بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. دائما الأندية الأخرى عندما نتحدث نحن الأهلوية عن قيم ومبادئ الأهلي يتندر البعض، هم لا يعرفون قيم الأهلي، وهم لا يعرفون أن تلك المبادئ تلقيناها كابرا عن كابر. ومن قيم النادي الأهلي ما حدث اليوم، لكي تعرفوا أن جميع القوائم والمرشحين في النادي الأهلي يهمهم دائما تلك القيم. الكابتن جوهر نبيل المرشح على قائمة الكابتن محمود الخطيب فوق السن أصدر بيانا وحجز فندقا وحذفت صورته من الموقع الرسمي لحملة الكابتن الخطيب. يعني البيان أصدر، أعقبه الناس راحت الصحفيين وتم حجز الفندق، وأنتم تعلمون أن الفندق لا يحجز إلا عن طريق شخص موثوق، يعني أنا جوهر نبيل بحجز الفندق. يعني إذا كان دس أو اخترقت الصفحة فلن يخترق أن الفندق يروح يحجزه حد باسم الكابتن جوهر نبيل. ثانيا، لا يمكن أيضا أن الحملة اتشالت من 5 لـ6، اتشالت صورة الكابتن جوهر نبيل من العضوية فوق السن في الصفحة الرسمية عند الكابتن محمود الخطيب. الأهم ما في الموضوع إن الكابتن جوهر نبيل وهو يعلم جيدا أن بهذا قد يضحي بنفسه، ولكن من أجل المبدأ، لأن ما قيل في البيان الذي قيل بعد ذلك أنه اخترقت الصفحة ما قيل خطير جدا جدا جدا. هذا ما يعرفه الجميع، ولكن ساقتني الأقدار أنا وزميل آخر اليوم للتأكيد على هذا الخبر، فقد كنا في مكان ما وجيء بها بتليفون من أكثر من فرد يطلب من أحدهم، ويعني ولولا إن المجالس أمانات وإلى الآن لم يصرح لي صاحبه بما سمعناه، يطلب منهم بديلاً للكابتن جوهر نبيل. على فكرة عندي كل الأمور موجودة، اللي هيطلع وبعض الحشرات ومسيلمة الكذاب بتاع الإعلام الرياضي اللي على قد الفلوس اللي بياخدها بيقعد يهوهو، لا عندنا الحاجات دي كلها، لكن احنا بنقول لأن النهاردة عندنا حاجة مهمة جدا. وعلى فكرة أنا مش عاقب النهاردة عما قاله الكابتن عادل القيعي، اللي أنا بعتز فعلا كان احد ضيوف الدائمين اللي بعتز بيهم، واخي العزيز الكابتن ابراهيم المنيسي. مش هتكلم النهارده لان عندنا النهارده ضيف كبير للغايه، كل لحظه مهمه ليه. اما الثرثره وذباب من الذباب اللي بيتكلم فلنا معه يومان، اليومان القادمان، يعني ان غدا لناظره قريب. مش هقدر اقول اكتر من كده النهارده، انتظروني بكره وبعده ان كان في العمر بقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. والأهلي ينتخب. الانتخابات دائما ما تؤدي إلى البناء، والكل في كل انتخابات يهدف إلى البناء. والنادي الأهلي زي ما اتكلمت مع حضراتكم وذكرت منذ بداية هذا البرنامج أن الأهلي دائما وأبدا وأعضاء جمعياته العمومية دائما ما يتطلعون إلى البناء. ما فيش حاجة يرضيه، ما فيش حاجة ترضي الأهلاوي غير أنه يكون متسيد في كل شيء، سواء من الملف الرياضي، من الناحية الرياضية يتسيد كل الألعاب ويبقى رقم واحد، يبقى متكيف وكله 100 فل و10. يرجع تاني للإنشاءات، لازم يكون مكانه أفضل من أي مكان تاني. هو ده جمهور النادي الأهلي وهو ده عضو جمعية العمومية، ما بيردهوش إلا أنه يكون الأفضل والأحسن. النادي الأهلي على مدار 110 سنة وصل لنادي القرن، بصوا لألقاب أكتر من كده، ويقول لك أنا أهلاوي أنا متعود إني أفوز. إذن مبدأ البناء والتطوير والتنمية هو من أهم الأشياء اللي بتفرضها الانتخابات، ولكن على المجلس القادم حمل كثير، لأن النادي الأهلي دائما وأبدا يسعى إلى التطوير.
البقاء على منصات التتويج ده من الملفات الرياضية، وأيضا التطوير في البناء والإنشاءات والعديد من الأمور اللي تدفع عجلة النادي الأهلي دائما وأبدا إلى الأمام. إذن على من سيكون قادما في مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة القادمة حملا ثقيلا جدا وتحدي أكثر من صعب. ليه؟ مواكبة العصر والتطور اللي موجود في المجتمع ومواكبة كل الأمور حتى الأوروبية وليس فقط الإفريقية، فإنك تسير بعجلة الأهلي إلى الأمام. أيضا نحتاج إلى قائمة تكون أو انتخابات تفرز لنا مجلس يستطيع أن يتعامل مع بعض، بمعنى أن قد يفوز بعض من هذه القائمة، قد يفوز بعض من هذه القائمة، وقد يفوز مستقلين. نحتاج إلى مجلس قادر على التعامل مع بعضه كعادة النادي الأهلي في 110 سنة، الكل يعمل تحت مصلحة الأهلي فوق الجميع. إبراهيم الوكيل قائد الأهلي في أصعب المراحل. لا يختلف اثنان على كون الدكتور إبراهيم الوكيل تولى رئاسة النادي الأهلي في وقت حرج بسبب استدعاء الفريق مرتجي للمشاركة في حرب عام 67، بعد أن أصبحت مصر مشغولة بالثأر من العدو الصهيوني والترتيب لاستعادة سيناء. وبطبيعة الحال لم تكن ولاية الوكيل مليئة بالأحداث الرياضية، حيث تسببت حرب عام 67 في حالة كساد عام، من أهمها كان توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة، ولكن الوكيل حافظ خلال تلك الفترة على النادي الأهلي ماليا وإداريا. وفي عام 1971 انتهى دور الوكيل مع الأهلي بعدما عاد الفريق عبد المحسن مرتجي مرة أخرى لكرسي الرئاسة في القلعة الحمراء. بكم مشاهدين فاروق، لما كنا بنتكلم عن القيم، ولما بقول دايما ان الانديه الاخرى او اي حد تاني لما بنيجي نتكلم عن قيم الاهلي بيفتكروا ان احنا بنبالغ. من لم يعش في الاهلي ويعرف الاهلي يعرف ان دي قيم. حتى ما انا اتكلمت على الكابتن جوهر نبيل ان من الممكن فعلا في الاهلي ان انت ممكن تضحي من اجل الكيان بنفسك، لان ما فعله الكابتن جوهر بعد ما كتب البيان او بعد كده ما اتقال الصفحه اخترقت، لكن ان انا بقول الاوتيل ما اخترقش ولا كده، فتخيل قد ايه الرقي اللي في هذا النادي من جميع اعضائه. هو ده حقيقي النادي الاهلي على مدار 110 سنه. احنا بنتكلم ان حتى لما بتيجي تجيب لعيب وبتقيم لعيب يقول لك ده اخلاق النادي الاهلي ولا لا. اخلاق النادي الاهلي موجوده في كل شيء. القيم والمبادئ هي اللي بتخلي النادي الاهلي انه قادر على مواصله الانتصارات، قادر على مواصله التطوير، قادر على مواكبه العصر، لان لازم تكون مواكب العصر حتى تتطور. لان زي ما حضرتك قلت امبارح، قلت نقطه مهمه جدا، الثبات على الثبات نزول الثبات نزول. التطور ده شيء مهم ان انت تكمل، بس احنا كنا محتاجين تفسير، وكنا نتمنى وجود استضافه كابتن محمود خطيب وقائمته هنا على شاشه قناه الاهلي شاشتهم عشان يفسروا بعض الامور. كنا محتاجين هذا التفسير، نفهم اكتر، نعرف برنامجهم اكتر، مش بس من خلال ان احنا بنعرض ندواتهم وبنتفرج عليها، لا كمان كنا حابين ان احنا نحاورهم فيها كما نحاور باقي المرشحين داخل انتخابات النادي الاهلي. هو ولما قلنا انا عن نفسي لما قلت الكابتن الخطيب
أنا من جيل نجمه المفضل الكابتن الخطيب، وحقيقة يعني أنا لما بقول لم يسعدني في الكرة المصرية أكثر من الكابتن الخطيب والكابتن أبو تريكة، دي حقيقة. كنا نتمنى أن يبقى المرشحين أيضا الأهلوية في النادي الأهلي في أي في زي ما جبنا المستقلين وقائمة المهندس محمود طاهر كابتن محمود الخطيب. عندما يعني لماذا نستنتج ولماذا نربط الأحداث بعضها البعض؟ كان من الممكن أن يأتي القوائم ونتحدث معها، ولكن في الآخر هي خلاص الأمور قاربت على الانتهاء، ويوم الخميس القادم بإذن الله سيأتي الأهلوية ليحكموا النادي الأهلي، فأي من يأتي فهم في الآخر أهلوية. ربنا يولي من يصلح، لكن برضه دكتور خالد ما حدش هيعرف يتكلم على برنامجه الانتخابي أكثر من لا يحك جلدك مثل ظفرك طبعا. فكان كنا محتاجين إن احنا نعرف أكثر، وكنا نتشرف بدعوة الكل هنا على شاشتهم، شاشة قناة النادي الأهلي، لأن قناة النادي الأهلي هو بيت كل أهلاوي على مش بس في مصر، مستوى العالم هتلاقي في أي مكان في العالم، وده حاجة بقولها دائما وأبدا، في أي مكان في العالم هتلاقي أهلاوية، هتلاقي أهلاوية في أمريكا، هتلاقي أهلاوية في روسيا، هتلاقي أهلاوية في أستراليا، هتلاقي أهلاوية في أمريكا الجنوبية، لأن النادي الأهلي ما شاء الله شعبيته فوق الوصف، وحب النادي الأهلي ما يتوصفش. يعني ما تقدرش لما تيجي تكلم أي واحد أهلاوي وتقول له أنت بتحب النادي الأهلي قد إيه، يقول لك الكلام ممكن ما يعبرش على الأمور، لأن النادي الأهلي حياة، النادي الأهلي عشق، النادي الأهلي تاريخ، النادي الأهلي مبادئ، النادي لو شوف أعد لحضراتكم كل هذه الأمور، وكل ده بيجي دكتور خالد حتى من القلب، لا يأتي حتى من أنا قلت جملة قبل ما نقدم المكالمة، قلت جملة، قلت الهوى في النادي الأهلي مختلف، والهوى تدخل من البوابة اللي على النيل غير لما تدخله من عند المعلمين. النادي الأهلي حالة يعني أو زي يعني حتى يعني يعني زي ما بيقول قداسة البابا شنودة، إن مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه. هضيف على مصر اللي هي طبعا بيحتوينا كلنا إحنا كأهلوية، وهو نادي يعيش فينا وليسنا أعضاء فيه. مكالمة مع الزميل خالد صلاح، وكان الأستاذ ثروة الخرباوي المحامي، وكان الضيف الأستاذ العمري فاروق وزير الرياضة. أنا بعكس، طب أنا كويس إن أنتوا قلتولي لأن أنا ما بتفرجش بصراحة. فكان الأستاذ ثروة الخرباوي هو الضيف، والأستاذ الوزير الأسبق الأستاذ العمري فاروق هو المتحدث تليفونيا. خالد ازيك، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الله يخليك. انا هستاذنك ان انا هتكلم، بس استاذنك محدش يقاطعني خالص. اتفضل. طبعا حقك. تمام. حقك. اشكرك يا فندم، ميرسي جدا لزوحك. حقك طبعا. اول جزئيه، انا لم اتخيل ان انتخابات النادي الاهلي، وان عشان العمري فاروق واقف مع الكابتن محمود الخطيب بهذا القوه وبهذا الشكل الحقيقه، ان يبقى المتاجره توصل على الناس بهذا الشكل. هذا كلام بالنسبه لي مرفوض، وعيب قوي 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 المتاجرة على الناس الوطنيين والناس المحترمين والناس اللي جذور عائلاتهم كلها تنتمي إلى القوات المسلحة وإلى الدولة بشكل عام على كل المستويات، والدعوة لا تعلم بكل أجهزتها السيادية، وأنا بقول لك هو مسؤول عن كل كلمة بقولها، بكل أجهزتها السيادية، واخد بال حضرتك، ما قدمه العمري فاروق لمصر ولجمهورية مصر العربية في جميع الأوقات وبوطنيه واضحه كامله. واذا كان الاستاذ الفاضل بيقول هذا الكلام، فعليه فورا التقدم الى بلاغ للنائب العام ضد العمري فاروق مشفوع بمستندات تدل على صحه كلامه، والا ساتخذ كافه الاجراءات القانونيه ضده على كل ما يقال كذب وافتراء على العمري فاروق. العمري فاروق رجل وطني له ما له في الدوله وله تاريخه في الدولة وبيشتغل لصالح الدولة، وحماه أحد قيادات القوات المسلحة، وعمي في رئاسة الجمهورية، وأخويا عميد كلية الطب جامعة القاهرة كلية الطب البيطري صادر بقرار السيد المحترم رئيس الجمهورية منذ شهر، ونقيب عام الأطباء البيطريين، وكل أسرة آل العمري تعلمها الدولة من الألف إلى الياء من هي وما هي توجهاتها. لما تحملت وزارة الرياضة في هذا التوقيت، تحملت كتكليف رسمي من الدولة بتنسيق كامل بوضوح دون المتاجرة
او المزايده، انما لم اتخيل بتنسيق مع ايه يا استاذ عامري؟ معلش يا فندم، يا فندم بتنسيق كامل من غير ما ادخل في تفاصيل، لان في تفاصيل ما تنفعش تتقال. هذه دوله، في كلام ما ينفعش يتقال مع يعني احترام. تنسيق مع الدوله المصريه زي ما بقول لسيادتك يا فندم، اذا سيادتك عندك اتهام واحد او صوره واحده او اجتماع واحد او تسجيل واحد او علاقه مباشره ما بين العمري وما بين ما تسمونهم الاخوان بشكل واضح، سواء من شهر، من سنه، من 10 سنين، من 20 سنه، من يوم ما اتولد العمري فاروق، عليه ان يتقدم رسميا ببلاغ السيد النائب العام. تمام. انما المتاجره لصالح انتخابات عشان المهندس محمود طاهر بيدير هذا الملف ومن معه بهذا الشكل، انا لم اتخيل. ده الاستاذ ثروت الخلاوي بيقول انه مش عضو، مش عضو اصلا في النادي الاهلي. لا اخوه عضو يا فندم، لا اخوه عضو في النادي الاهلي وبينسق مع القائمه الاخرى يا فندم. انا انما انا لم اتخيل الحقيقه هذا. هل هو مرشح؟ اخوك مرشح يا فندم. ثانيه واحده يا استاذ. لا يا فندم، لا يا فندم، ثانيه واحده بس اسال الراجل. لا يا فندم، ما انا سامحك تدخل اهو. ثانية واحدة يا استاذ، عشان يا فندم ثانية واحدة يا فندم، احنا بس هذا الكلام بناء للحديث اخوك في القايمة الثانية يا استاذ. الله، هذا الكلام ما يخلص نفس كلامه، لان هو الراجل طلب ان احنا ما نقاطعوش. ربنا هو ملتزم بعدم المقاطعة. ربنا هو وكيل العمري فاروق، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من نفترى على العمري فاروق بوضوح، سواء بكده او بكده، لان هذا الكلام ظلم بين وواضح وقاطع. وملف العمري فاروق لدى الدولة ولا أجهزة الدولة بكل أوضاعها وبكل أجهزتها، وبقولها وفي التلفزيون وبصوت عالي، العمري فاروق رجل وطني مصري خالص، يفضي دمه، يفضي بلده بدمه على كل المستويات، وغير منتمي لأي اتجاهات نهائي. وهذا الكلم كذب. وأقول لأسأل سؤال، هو طالع يقول الكلام ده اشمعنى قبل الانتخابات ب 48 ساعة؟ هو طالع يقول الكلام ده، طب ما قدمش ليه بلاغ في العمري فاروق بشكل رسمي ادام هو راجل مصري ووطني؟ ما طلعش ليه؟ سوري، مع احترامي، قال العمري فاروق كان عمل وعمل وعمل ويقدم مستندات على الهوا. انما هو كلام لمجرد الكلام لينال من شأن وشخصية وقيمة العمري فاروق. العمري فاروق لن ينال منه، وانا اللي بقول لحضرتك كده بوضوح، والجمعية العمومية للنادي الاهلي تعلم قيمة العمري فاروق، وتعلم أداء العمري فاروق، وتعلم وطنية العمري فاروق، وتعلم إنه مستعد يفدي بلده بحياته، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقولها لك بوضوح، يعلم وطنية العمري فاروق، وكل قيادات الدولة تعلم وطنية العمري فاروق دون مزايدة على أحد. وكفى كلام بهذه الطريقة. وسيادتك لو سمحت، لو سمحت، إذا كان أنا اللي بقول لك أهو، لو عندك حاجة تؤكد كلامك فورا بكره الصبح تقدم بلاغ للنائب العام، لان انا بكره الصبح هقدم بلاغ للنائب العام في كل من قال كلمه على العمري فاروق كذبا وافتراء. وشكرا يا استاذ خالد. استاذ عمري اتفضل. استاذ عمري، يا بيه انا واضح وكلامي قاطع، هذا الرجل لا اعلم ما يقوله. وبقول اخوه مش في النادي الاهلي خالص. استاذ يا بيه، اي لا يا بيه، بص، اعلم ما اقوله بوضوح، وزي ما انا قلت الدوله تعلم من هو العمري فاروق بوضوح، وانا بتكلم هو في الرد على الاتهام اللي انت بتقوله، هو انت راجل موجه، عندك هدف واحد يا فندم، انت راجل موجه، انت راجل موجه، عندك هدف اخوك واحد. النادي بوضوح، هذا الهدف بالنسبه لك عمره ما هيعجبك رد. فعشان كده بقول لسيادتك، سيادتك بكره تقدم بلاغ للنائب العام، وانا بكره هقدم بلاغ للنائب العام. طب قول لي اقدم بلاغ اقول فيك ايه؟ ما هو مش حضرتك بتقول لي اقدم بلاغ اقول فيك ايه؟ ان انت بتحب الاخوان؟ انا لا بحب ولا هو دي جريمه؟ حب الاخوان جريمه؟ ولا شمال؟ ما هو اصل حضرتك اسف التعبير، طالع تقول كلام غريب في توقيت غريب. يا عم قول لي هو اختراق الانديه بدون ثروه؟ حضرتك اختراق الانديه، قلت انه العمري فاروق، بتقول العمري اختراق الانديه برضه وممكن اتهام، بتقول العمري فاروق طلع شكر او طلع اتكلم على رئيس الجمهوريه في الوقت الحالي كان ساعتها محمد مرسي بانه شكر فيه. سيادتك كان حواري مع الكابتن احمد شوبير كان خاص بالاجتماع اللي خاص بسد النهضه بتاعت اثيوبيا اللي اتذاع على الهواء، وكنت واضح
وقلت هذا الاجتماع لو الناس شافت الكلام كله على بعضه قلت هذا الاجتماع للأسف للأسف يتحمل مسؤوليته تتحمل مسؤوليته. انا هاممني اكتر حاجه في عندي راحتك بقى انت مش عايز تسمع. انا طبعا هاممني حكايه اخوه لان عايز اتاكد من اخوه قبل الانتخابات ب 48 ساعه. عايز اتاكد يا استاذ عمرو. يا استاذ عمرو عايز اتاكد من حكايه اخوه اجتماعاتها لحسابات انا مش عارف تقف قدام ربنا ازاي والله. يعني يوم ما هتتحط في حفره متر في متر هتتحاسب قدام ربنا ازاي؟ ويا رب يعني انا ما بيني وما بينك ربنا في اكتر من كده قدام شعب مصر كله. بيني وبينك ربنا انا هبقى في التربه وانت في التربه وكل واحده هتحاسب على كل كلمه طلعت. اشعر بانفعال وغضب شديد من الاستاذ العمري فاروق. اذا تغاضينا عن كلمه العمري 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 اللي تجاوزت ال 15 مره فالاستاذ العمري في موقف يعني هو بيقول لماذا يثار هذا الموضوع قبل 48 ساعه؟ لا يا استاذ عمري الموضوع ما بيثارش النهارده، الموضوع من كام سنه. انت كنت وزير فعلا وكل الناس عارفه، يعني انت ما كنتش وزير خفي، انت كنت وزير فعلا في حكومه الدكتور هشام قنديل في عهد محمد مرسي. ولكن هو الانفعال بتاع سيادتك هو انا ما سمعتش الضيف الاستاذ الخرباوي قال ايه، ولكن النهارده يعني انا مثلا لقيت جمله وعلشان المهندس محمود طاهر بيدير هذا الملف وهو و الناس اللي معاه. أي ملف بيديره هو المهندس محمود طاهر؟ حط اسمك من غير ما تدري في حكومة هشام قنديل؟ لا، أنت كنت وزير الرياضة، وزير الدولة للرياضة. وأنا لا أجد كل هذا الانفعال. حضرتك شئت أم لم تشأ سيوضع اسمك في طوال تاريخ وزارة الرياضة صورة حضرتك أن أنت كنت وزير الدولة للرياضة. وأنا لا أجد عار أو عيب إن أنت كنت وزير الدولة للرياضة. ما هو العيب؟ ده أنت عملت لائحة كمان باسمك. لكن اللي أنا عايز أقوله إن هذا الكلام لا يثار اليوم. هذا الكلام يثار منذ 30 يونيو، فده طبيعي إنه يثار. وأنا أربأ بيك إن أنت حضرتك تبقى بهذه النرفزة وبهذه الحدة، لأن أنت بتتكلم على حاجة أنت فعلاً كنت ما فيهاش حاجة إن أنت كنت وزير. ما في حكومة الدكتور هشام قنديل. الكلام اللي يؤخذ عليك أو اللي يتعمل إن أنت تكون عملت شيء مشين، وأنت حضرتك بتقر وبتؤكد وبتتحدى إنه لا يوجد شيء مشين. لكن تلك الحدة هتخلي البعض يقول الله ما الذي يدعوه إلى تلك الحدة مع إن الأمور واضحة. فأنا النهاردة العمري فاروق وزير الدولة للرياضة في السنة اللي كان فيها الإخوان. خلاص اتحسبت ان انت واتحطت صورتك. من يقول وانت عجبتني وانت بتقول اللي عنده حاجه يروح يقدمها، ده طبيعي، لكن ما تستحقش النرفزه دي كلها، لان النرفزه دي تخفي بعض الاشياء اللي موجوده بتحسسك بحرق. تمام يا استاذ فاروق؟ والله يا دكتور خالد، هو الحاجه الابرز ان يعني برضو بنطلب من كل الساده يا جماعه، كابتن محمود خطيب، مهندس محمود طاهر، الاثنين اسامي اخر حاجه في الاخلاق والشياكه والادب، فبلاش عشان ناحيه هنا ناحيه هنا نزج بالاسامي. وفي حاجه نادي الاهلي اكبر منها بكتير، يعني مش لازم او مش شرط بسبب من اي ناحيه من اي اتجاه، يعني يا ريت نطلع في الموضوع دوت والاسامي اكبر من يتم الزج بيها. لا، وكلنا في الاهلي يعني النهارده الأستاذ العمري فاروق عضو مجلس إدارة تحت السن، عضو مجلس إدارة فوق السن، مرشح على منصب النائب. أنا تربطني من سنة 92 وقبلها علاقة بالأستاذ العمري فاروق. وعموما عندنا نستقبل الضيف؟ هنستقبل طبعا، لكن احنا بس ايه، احنا بحكم ان احنا في يوم من الايام يعني كنا بنشوف بعض كتير انا والاستاذ العمري، فبنقول له يعني رفقا بنفسك لاني ايه يعني، طب ما انت كنت وزير في حكومه الاخوان. هنستقبل الضيف اللي النهارده كلنا في انتظاره، وانا رغم ان الواحد مصاب ببرد لكن مش ممكن حد يضيع فرصه انه يتقابل مع هذه القامه الكبيره. كنا نسمع عنه صغارا وكبارا، وكان بالنسبه لنا كان مش هنقول رمز لان الكلمه بعض الاحيان تهتكت،
بنقول حاجة كبيرة جدا لنا الأستاذ مهندس مصطفى مراد فهمي المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي في قائمة المهندس محمود طاهر. المهندس مصطفى مراد فهمي هو ضيفنا في هذه الفقرة. أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم، مساء الخير. تلقلت حضرتك مناصب ولكن دائما في أذهاننا المهندس مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي. يعني تقلدت بعديها في لجنة الأندية في الاتحاد الدولي، ولكن دائما سكرتير عام الاتحاد الإفريقي. منصب سكرتير عام الاتحاد الإفريقي في العائلة فيه عاملة ريكورد، الجد والابن والحفيد. كيف يتقلد الرجل منصب سكرتير عام الاتحاد الافريقي؟ انا حكي لحضرتك قصه وكانت يعني حكيتها، كنا في جوله في شركه جابكو وهيئه البترول، وقلت لهم ان المهندس كيماوي اتخرجت سنه 78 من جامعه القاهره ورحت كشفت طبي في شركه جابكو على اساس ان هشتغل في الشركة، وطبعا اروح في خليج السويس واشتغل مهندس بترول يعني. وبعدين كان مستر تسمك كان اياميها رئيس الاتحاد الافريقي وكان مدعو عندنا في البيت، وقابلته بالليل بعد ما كشفت يعني، فقال لي، كان هو بيتابعني وانا سني اصغر من كده وانا في المدرسة وانا في الجامعة، كنا دايما نتكلم في الكورة، كنت بتابع انا الكورة وجدتي كانت بتشتري لي صحيفة فرانس فوتبول الأسبوعية، فكنت بتابع يعني وبتناقش معاه وهي الأشهر في العالم حتى الآن، هي الأشهر وهي اللي بتعمل جايزة أحسن لاعب وما إلى ذلك. ف يعني قال لي أنت هتعمل إيه؟ قلت له أنا هشتغل بقى في البترول وبتاع. قال لي لا أنت معانا، أنت من بكرة تيجي وتشتغل معانا في الاتحاد الأفريقي. وكان والدي كان المفروض هيتقاعد بس هما طلبوا ان هو يستمر، فعشان اعداد من يخلفه كان الكابتن عبد الوهاب سليم الله يرحمه هو تم اختياره كسكرتير مساعد، وانا اخترت كمسؤول الصحافه والاعلام، وكنت مسؤول اساسا عن النشره، طورت النشره بتاعت الاتحاد الافريقي وكنت بعملها جددتها، وكان مرحله حضرتك دخلت الاتحاد الافريقي في 78 بعد ما اتخرجت على طول بشهرين ثلاثة يعني. والحقيقة كانت الفترة دي الأستاذ عبد الوهاب سليم الله يرحمه كان شخصية يعني دمس الخلق وعلى يعني على علم، وعلى كنا بنحبه جدا في الاتحاد الأفريقي، كل العاملين من الاتحاد الأفريقي كانوا يعني بالنسبه لهم كان حاجه كبيره جدا، وكان هو المفروض اللي هو يتقلد منصب سكرتير الاتحاد الافريقي، لكن بكل اسف انتوا عارفين طبعا هو مرض، كان عنده مرض ابتدى يشتد عليه، وكنا عايزينه انه يستمر في الاتحاد الافريقي، فحاول لمده سنتين انه يستمر، لكن سنه 1980 تقدم باستقالته، لأن كنا عايزين يستمر وقلنا له هنساعدك وهنعمل كل حاجة، قال لا أنا لا أقبل إن أحصل على راتب
بدون مؤدي المجهود اللي مطلوب مني، بدون عمل، بدون عمل، وانا مش قادر ادي المجهود المطلوب مني. تمام. هي دي من ودي من ضمن المبادئ والاخلاق بتاعه النادي الاهلي، ان اللي يؤدي عمل يحصل على المقابل العمل اللي هو العمل اللي هو بيؤديه، ولازم يؤديه. ف ابتعد عن الاتحاد الافريقي طبعا، استمرت علاقتنا لانه شخصيه يعني رائعه. وسنه 82 دخلت السكرتاريه، سنة 82 المرحوم مراد فهمي تقاعد، واللجنة التنفيذية اختارتني كسكرتير الاتحاد الافريقي. اعتقد كنت الرابع سنتها، كان اول سكرتير المرحوم يوسف محمد، كان حكم دولي من اشهر حكام المصريين، وبعدين الكابتن مصطفى كامل منصور كان مدير كرة في النادي الاهلي، وكان مدير، كان حارس مرمى مصر في الثلاثينات، وكان بالمناسبة كان بيلعب مع عمي، كانوا الاثنين هما بنقول ان دايما الاهلي عنده اثنين حراس على مستوى كبير، كانوا هما الاثنين حراس بتوع منتخب ما بتوع كان منتخب شيرين مصر. منصور معانا امبارح وقالت للمصادفه كان جدها بيلعب مع عم حضرتك. اه فهو الكابتن مصطفى كامل منصور وعزيز فهمي كانوا الاثنين الحراس، وهما الاثنين اللي راحوا، بيوريك قد ايه الاهلي حراس دايما كان عنده على مستوى كبير. الاثنين الحراس اللي راحوا كاس العالم في ايطاليا 34 والدوره الاولمبيه في برلين، هم برضو نفس الاثنين اللي راحوا الدوره الاولمبيه في برلين سنه 36 مثلوا مصر. حضرتك دخولك الاتحاد الافريقي في السكرتاريه 82 والنادي الاهلي بيحرز اول بطوله دوري ابطال افريقيا في 82، كان وش حلو عليه بعد اربع اشهر، وكان الحقيقه كانت رحله جميله. كان كتوكو هناك ولعبنا في كوماسي، نعم، وكان الكابتن صالح بيرأس البعثه، نعم، واتذكر ان ما الكابتن الخطيب، نعم، الاسطوره زي ما بنقول كلنا، احرز الهدف، احرز يعني هدف، بص لي الكابتن صالح وشاورت له حتى تسمى، ما كانش مبسوط، المفروض اكون محايد، لكن في الظروف دي صعب جدا، اول مره الاهلي بيكسب البطوله، والهدف ده طبعا احساس. حضرتك ايه يا فندم والاهلي بيحرز اول بطوله دوري ابطال افريقيا؟ لا احساس، يعني ما فيش احساس يعني يقاربه غير احساس ابو تريكه لما جاب الهدف في الصفاقسي. نعم. والهدف في الصفاقسي يعني كان شعور، يعني طبعا مش قادر ان انا اعمل اي حاجه في الملعب لان سكرتير الاتحاد الافريقي، فما قدرتش يعني من كثره الانفعال دخلت جوه في الصالون جوه وقعدت كملت الماتش في الصالون، ما قدرتش اكمل في الملعب. جميل قوي. في او في الزملاء عاملين حاجه كده، مشوار المهندس مصطفى مراد فهمي نراه سويا ثم نعود لحضرتك. شكرا فهمي. مصطفى مراد فهمي أيقونة الكرة العالمية والأفريقية، لا تملك إلا أن تقف له ولتاريخه إجلالا وتقديرا، فيكبرك أدبه الجم ودماسة خلقه وتواضعه على استحضار الهيبة في حضرته. ظل مصطفى مراد فهمي طوال تاريخه طلسما وكنزا مهجورا، وعندما عاد للساحة عاد لغزا محيرا للجميع، ضرب حوله المنجمون الودع وسأل عنه المشعوذون نجوم الفلك، من هو هذا النائب في قائمة محمود طاهر؟ إنه المفاجأة ورمانة الميزان ونقطة التحول في انتخابات الأهلي. مصطفى مراد فهمي السكرتير التاريخي للاتحاد الأفريقي ومدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الذي زاد ترشحه لمنصب النائب ضمن قائمة محمود طاهر في انتخابات الأهلي والتي ستجرى في 30 نوفمبر الجاري سخونة للمعركة الانتخابية، فقد كان بمثابة الضربة القاضية والنقطة الفارقة في مشوار انتخابات القلعة الحمراء، وبات أعضاء الجمعية العمومية في حيرة في الاختيار بينه وبين منافسه العمر فاروق وزير الرياضة السابق والمرشح لنفس المنصب ضمن قائمة الخطيب. مصطفى مراد فهمي يمتلك سيرة ذاتية تدفع أي عضو للتفكير 1000 مرة في حسم اختيار النائب، فقد شغل منصب سكرتير الكاف على مدار 28 عاما، وعضوا بالمكتب التنفيذي لفيفا خلال حقبة التسعينات. ويعد فهمي هو أول مصري يتولى منصب مدير المسابقات بفيفا، مما أكسبه علاقات دولية وخبرات إدارية غير مسبوقة،
ولكن بات غيابه عن القلعة الحمراء في السنوات الأخيرة الماضية ليدفع معارضيه للتشكيك في قدرته الإدارية الكبيرة في وقت كان نفس هؤلاء الأشخاص يتباهون ويتفاخرون بقيادته للمناصب الدولية واحدا بعد الآخر. إنه مصطفى مراد فهمي، أيقونة الكرة العالمية والأفريقية. لما يعني احنا عارفين طول عمرنا المهندس مصطفى مراد، لكن مهما تعرف عن الشخص عن بعد غير تماما تماما لما تتقابل معه. هذا الشخص يعني ايه سنوات طويلة جدا خارج الوطن، ولكن في عمله كان خدمة للوطن. كيف يكون منصب سكرتير عام للاتحاد الافريقي وما بعده، قد ايه بتخدم في مكانك مصر او بتخدم في مكانك الوطن؟ هو يعني اساس المنصب ده ان الواحد المفروض طبعا يكون محايد. تمام. لكن الحاجات اللي ممكن تقدمها لمصر او بالنسبه للاتحاد الافريقي للاتحاد المصري ان هو يكون يعني على درايه بكل شيء قبل التنين، مش يعني مش سبق، لكن هو للقرب وللعلاقات الطيبه مع الاتحاد المصري. لما يكون في اي حاجه مهمه بنبلغ على طول الاتحاد المصري بسهوله، باقي الاتحادات بتبعت ايامها كان فاكس ودلوقتي الميل وكل الحاجات دي بتتبعت. الاتحاد المصري هيبقى بالتليفون وهنقول له العمليه دي مهمه، العمليه دي خلي بالك من العمليه دي. حضرتك فندم بداية تقلدك في مناصب الاتحاد الأفريقي كان من 78 حتى 2010، إذن حضرتك خدت الكرة الأفريقية وهي لسه بك مشاكل ومشاكل كبيرة جدا داخل القارة السمراء في التنظيم وفي كل شيء من وسائل الاتصال وسائل المعيشة، ودلوقتي أفريقيا في كأس الأمم وما شاء الله بقى عندنا خمس دول بتشارك في كأس العالم. ملف تطوير الكرة الأفريقية كيف يعني نجحت في تطويره يا باشمهندس؟ مش عايز اتكلم عن نفسي، بس يعني كان في مقال في الهرم الرياضي اعتقد وبيقولوا ان انا في اشهر من تقلد منصب سكرتير الاتحاد الافريقي. لا ما اقدرش اقول يعني، وهيظل العقود طويله ان المرحوم مراد فهمي هو اعظم من شغل، هو الاشهر، هو اشهر واعظم، ومش هنقدر نوصل لان احنا وصلنا. حضرتك بتقول يعني كان في ظروف صعبه ومنطور، لكن هم كان ظروفهم اصعب، وهم اللي خلقوا الاتحاد الافريقي، تسمه والدكتور حليم ومراد فهمي كان ظروفهم اصعب منا 10 مرات. الاصل يدعوا الفروع يا فندم. فلو ما كانوش موجودين احنا ما كناش هنقدر نعمل حاجه. انا فاكر ان الرئيس جمال عبد الناصر سنه 63 كان الاتحاد الافريقي لسه بيحبو، كان في 7-8 دول، ف كانش لسه في دول خدت استقلالها. الحكومه المصريه دعت، اما بدات موجه الاستقلال في افريقيا 62-63 مصر دعت 30 دوله افريقيه على نفقتها، والاتحاد الافريقي اخذ يعني نمو، يعني اصبح اتحاد من الاتحادات التي يحسب لها الف حساب في مجال الكره العالميه. انتقل بعد ما كانوا 8 بقوا وصلوا أو شكوا رقم 40.
دي طبعا توري لك ان الناس دول عملوا حاجات. طبعا احنا عملنا يعني مشينا على هذا النهج وطورنا في بطولات تطورت. كان الاول في بطوله الانديه ابطال الدوري، وبعدين بطوله ابطال الكاس في 75، وبعدين طورنا بطوله كاس الامم كانت اهم بطوله. نعم. الاستاذ عيسى حياته كان له افكار كتيره، طور فيها العدد بقى 12 بقى 16، فطورنا حاجات كتيره في كاس الامم الافريقيه. الحاجه اللي افخر يعني طبعا مسؤوليه جماعيه، لكن الحاجه اللي انا افخر ان ساهمت فيها بمقدار كبير كان فكره رابطه الابطال. رابطه الابطال كانت في اوروبا. نعم. وكان في تشامبيونز ليج. نعم. بنفس المصطلح حتى احنا عملنا افريكان تشامبيونز ليج. نعم. فكان في تخوف يعني، ومستر عيسى حياته كان متردد، وانا واحد انها تخش بنفس النظام، مجموعات تاهيلي مجموعات ثم باقي نظام البطوله، دور ثمن نهائي ثم نصف نهائي ثم نهائي. بالظبط. وبعدين احنا يعني كان احد الاصدقاء في الشركه الراعيه قدرنا ان احنا نقنع مستر عيسى حياته ان لازم نبتديها، وابتديناها بالنظام اللي هو كان النظام القديم في اوروبا اللي هو مجموعتين 4-4. تمام. باشمهندس، من 92 ل 96 حضرتك كنت عضو مجلس اداره في النادي الاهلي مع الاعظم والاشهر عندنا كاهلاويه الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم، ما في صوره حضرتك عرضها مع الكابتن صالح. سنوات مع الكابتن صالح في النادي الاهلي. طبعا انت من سنوات العائله طول عمرها في الاهلي، ولكن الصوره دي مع الكابتن الصورة صالح. الصوره دي في يوم جوازي. يوم الزواج. الفرح كان الفرح بتاعي، والكابتن صالح اللي هي شرفنا هو والسيده حرمه. وهو قاعد هنا في على الترابيزه بتاعت والدتي، هي السيده اللي امامه الناحيه الثانيه. اه كان والد الترابيزه القريبه منه. اذا العلاقه منذ سنوات كبيره وكثيره جدا مع المايسترو. وكان والدي اعتقد في مره قريت ان كان والده ما كانش والد الكابتن صالح ما كانش عضو، بس كان بيجي النادي، ووالدي كان بيقعد كتير معاه في النادي. فيعني كان والدي يعرف كمان الدكتور سليم، هو مش من دوره بس كان بيقعد معاه في ذكريات حضرتك يا فندم مع المايسترو الاسطوره صالح سليم، كيف كانت؟ المايسترو مش هقول لحضرتك ان انا صديق للمايسترو، انا عاشرته في المجلس في 92، بس طبعا هو كان عارف، كان في علاقه، وكان يشرفني ان في المجلس ده كان انا كنت عضو بالتعيين. والتعيين كان بيتم ازاي؟ كان بيتم اعضاء المجلس المنتخبين، بكل واحد بيعرض بعض الاسماء وبعدين بيصوتوا عليهم. فالتصويت جاء المستشار عبد المجيد محمود، بعدين المستشار محمود فهمي، وانا والكابتن الخطيب كان من المرشحين بس جاب اصوات اقل منا في المجلس ده. كان اثنين معينين؟ كانوا ثلاثة معينين. سيادتك والمستشار عبد المجيد محمود والمستشار محمود فهمي سيادتك. تمام. ده كان 92 ل 96 يعني كانت تجربة جميلة مع الكابتن صالح، لأن اتعلمنا منه برضو الفن القيادة. القيادة مش بس، هو طبعا كان قائد في الملعب وكان قائد برضو في مجلس الإدارة، كان هو اللي بيوجه بالبوصلة زي ما بيقولوا بتاعت المجلس بيوجهنا. وكان المجلس فيه طبعا قامات برضو الكابتن حسن حمدي، الاستاذ ابراهيم المعلم، والدكتور حسام بدراوي، وزي ما قلنا المستشار عبد المجيد محمود واللواء سفير نور. كان مجلس كان امين الصندوق رحمه الله عليه محمد بيه عبده. محمد بيه عبده كان قبليها كان 88 92. اه وجا بعدين تاني وراح فيه فتره وبعدين رجع. الكابتن حسن كان هو النائب، بس مش متذكر مين كان امين الصندوق في الفتره دي. تمام. باشمهندس، عائله فهمي ما شاء الله ممتده داخل النادي الاهلي، يعني حضرتك ووالدك وعم، يعني ما شاء الله العائله ممتده تاريخيا وعلاقه تاريخيه بالنادي الاهلي. ما انا هقول لحضرتك كمان قصه ظريفه اظرف بالنسبه للعائله، اللي هو ليه يعني اتجهوا ناحيه الرياضه؟ لان انا جدي محمود فهمي حسين المحامي كان من اقطاب الحزب الوطني، مش الحزب الوطني القديم، الحزب الوطني بتاع الزعيم مصطفى كامل ومحمد فريد. تمام. وفتره من الفترات كان بيشغل منصب سكرتير الحزب الوطني.
لكن الفترة دي كان الصدام شديد جدا مع الاستعمار الانجليزي، وانت عارف حضرتك الحزب الوطني كان الهدف الاساسي هو اللي بيحارب مع الانجليزي، وكان الخديوي عباس حلمي كان بيسانده طبعا. ف كان في تضييق من الاستعمار من الانجليز على الحزب، وعايزين ان هم يسيطروا على الحزب عشان يبطلوا مقاومته للاحتلال الانجليزي. فهو فضل ان فكانت فتره صعبه لجدي، فحاول ان هو يبعد الاولاد عن السياسه فوجههم ناحيه الرياضه. كان عمل ايه؟ كان في الزيتون، هم كانوا عايشين في الزيتون، وكان في بيوت بعض العائلات، عيله الشريعي وكذا عيله، فكان بيجمع في كل نهايه الاسبوع اولاد العائلات ويعمل لهم مسابقات رياضيه، مش بس في الكوره، في المصارعه، في الجري، في حاجات كتير. فمن هنا نشا حبهم لكره القدم. وكان في ابن خالتهم اسمه يوسف وهبي، لو حضرتك تشوف في فريق النادي الاهلي في 1917 و18 انا بلاقي في الصوره بيبقى مكتوب الاسم، كان الظهير الايمن بتاع فريق حجازي. وبعدين الكابتن حجازي ساب النادي الاهلي وشكل فريق نجوم القاهره، وما شكل نجوم القاهره في بعض لاعبي الاهلي تركوا الاهلي، لكن يوسف وهبي فضل وظهر جيل جديد من الناشئين. والجيل الجديد الناشئين ده اعتقد ان لم تخن الذاكره كان فيه كابتن مختار التتش ابتدى يظهر، وكسبوا حجازي 3-0، كسبوا فريق نجوم القاهره. وانتهى فريق نجوم القاهره، واضطر حسين حجازي انه يقفل يعني ينهي فرقه نجوم القاهره، وانتقل الى نادي الزمالك لانه ما قدرش يرجع تاني النادي الاهلي. فهم من سنه 26 بعد كده ولاد كان هو ابن خالتهم، فهم راحوا بعد كده انتقلوا من نادي الزيتون، كانوا بيلعبوا في نادي الزيتون، كان من انديه الدرجه الثانيه، انتقلوا للنادي الاهلي في سنه 26، وكانوا ثلاث اخوات، محمد فهمي كان الاكبر، وعزيز فهمي، وبعدين مراد فهمي كان الاصغر. ومراد ومحمد فهمي اعتزل مبكرا واصبح مدير الكوره، وتوفى وهو مدير كوره للنادي الاهلي زي الكابتن ثابت البطل كده. يا فندم حضرتك بهذا الامر يعني تربيت جوه النادي الاهلي. انا تقريبا مولود جوه النادي الاهلي، وفاكر ان يعني والدتي حكيت لي ان انا مره وانا عمري 3 سنين كنت في الباب اللي هو على النيل، فما اخدوش بالهم مني شويه وبعدين اختفيت، فلاقوني من الباب الثاني اللي هو معلمين ناحيه المعلمين، وكان البواب مش متذكر اسمه دلوقتي هو اللي لقاني وفضل مخليني معاه لغايه ما لاقوني، وعندي صور كتير يعني مع تمام. باشمهندس سنوات طويله العمل خارج مصر، مش طويلة قوي، هما 6 سنين بس. لا لا يعني سفر، وحضرتك كنت سفريات كثيرة جدا. أنا فاكر مرة من المرات مش عارف قابلت سيادتك في إحدى الدورات الأولمبية، بس أنا مش متذكرها، مش فاكر لندن ولا بكين ولا يعني لا بكين مرات، يمكن برشلونة لا ممكن بس لندن دي مؤخرا، كنت في الاتحاد الدولي 2012. يعني أنا متذكر بس أنا يمكن خانتني الذاكرة. بعد كده لماذا أو الدعوة اللي توجهت إزاي لحضرتك للدخول في انتخابات مع قائمة الكابتن المهندس محمود طاهر نائبا للرئيس؟ هو المهندس محمود طاهر يعني اتصل بيا وقال لي ان هو في قائمة، والقائمة تكون فيها كلها قامات، وكل واحد عنده ملف مخصوص، يعني في يعني برنامج عمل هيكون لكل شخص في هذه القائمة، وكلها قامات في مجالات عملهم كلهم. فشجعني لان هو اساسا يعني في الفتره اللي هو تولى فيها رئاسه النادي الاهلي نجح، فقلت له هل تواصلت قائمه اخرى مع حضرتك؟ ما انا حكينا القصه ان الكابتن عدلي قي والكابتن الخطيب اتصلوا بيا وطلبوا مني الانضمام للقائمه، فانا اعتذرت قلت لهم انا يعني هفكر، وطلبوا مني يعني انضم، قلت لهم انا هفكر لكن ما اقدرش بعد ما اتفقت مع المهندس محمود طاهر ان فاضل يومين على الانتخابات، فقلت لهم يا اما الترشح يعني يا إما على غلق باب الترشح على الترشح، يا اما هترشح مع المهندس محمود طاهر يا اما هعتذر تماما، لكن اعتذر ان انا مش هقدر انضم للقائمه. لو تم الكلام والحديث معك من قبل قائمه الكابتن محمود الخطيب قبل المهندس محمود طاهر، هل كان المهندس مصطفى مراد فهمي وافق، ام انه يجد نفسه اكثر ومن الممكن ان يفيد النادي في ظل قائمه مع على راسها المهندس محمود طاهر؟ يعني صعب اقول لحضرتك دلوقتي، لان يعني الكابتن الخطيب كلنا بنقدره كنجم واسطوره من اساطير الكره في مصر، لكن يعني برضه مش عمليه يعني
مهما كان حب الواحد للكابتن الخطيب كنت هقول له يعني ايه البرنامج وايه اللي هيبقى مطلوب مني وهو كلف في تفاصيل وكلف بايه، بس هو كان لما اتصل بيا كان في الاخر وكان يعني على وجه السرعه واتمام القائمه ولو في مكان او ما فيش مكان، فكانت العمليه على عجاله ما كانش في اي تمام. اي تفاصيل تمام. فكنت يعني لو كان في تفاصيل كنت هقارن بين البرنامجين وليس بين الاشخاص ليس بين الاشخاص حضرتك يا فندم كل التقدير يعني للاشخاص الاثنين. حضرتك مكلف بملف كره القدم وما شاء الله سي في حضرتك داخل الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، اثنين كاس عالم في التنظيم 2010 2014 2014 حضرتك كنت مسؤول عن تنظيم حتى المباراه النهائيه، واعتقد كنت في كل المدن في البرازيل كنت حضرتك برضو بتشرف على تنظيم هذه البطوله، هذا صحيح؟ بالظبط، و2010 كنت المنسق فانا كنت مسؤول عن تنظيم المباراه النهائيه بس ما كنتش مسؤول عن تنظيم البطوله ككل. سنه 2014 كنت مدير المسابقات، فطبعا كاس العالم ما بيبقاش بس مسابقات وفي تلفزيون وفي تسويق وفي حاجات كتيره جدا، مش بس كل المديرين بيشاركوا في التنظيم، لكن المسؤول عن المشروع اساسا بيكون مدير المسابقات تحت اشراف سكرتير الاتحاد الدولي. يعني نمره واحد، مش هقول لك انا كنت نمره واحد، نمره واحد هو سكرتير الاتحاد الدولي ونمره اثنين المدير المسابقات. طب حضرتك ما يوجد داخل ملف سيادتك لتطوير كره القدم في النادي الاهلي وحضرتك تعلم معلش بس لو تسمح لي يا حضرتك تطرقت بالنسبه لبطوله 2014 نعم. 2014 شفنا بقى كل الملاعب، يعني رحت مرتين ثلاثه البرازيل ومش شفت بس ملاعب المباريات، تابعنا برضو ملاعب التدريب كلها فرعيه نعم. في الفرعيه كلها في تمام. في كل المدن اللي نظمت البطوله، فده طبعا بيدي الواحد خبره كبيره في عمليه مش هقول لحضرتك ان انا ملم بكل شيء، يعني هكون مسؤول من الالف للياء الاستاد، لكن في حاجات ممكن رأي الواحد رايت اكثر من غيرك اكبر يعني اكبر بطوله في العالم يعني كاس العالم فيها، وشفنا استادات كتير قوي يعني ماراكانا وشفنا الاستاد بتاع برازيليا كل الاستادات شفناها واستادات التدريب، وطبعا كانت عمليه بس كانت عمليه مش سهله لان البرازيل دوله كبيره جدا، والمشكله بتاعت البرازيل ان هم كسبوا كاس العالم خمس مرات، فكان دايما متاخرين في تنفيذ البرامج بناء الاستادات وكل الحاجات دي والفنادق وما الى ذلك، وبعدين كل ما نقول لهم انتم متاخرين احنا كسبنا كاس العالم خمس مرات، نقول لهم يا جماعه تكسب كاس العالم ملوش اي علاقه زي بالظبط جون الكابتن مجدي عبد الغني، كل ما تكلمه يقول لك كنت، وهنروح للكابتن مجدي عبد الغني ورايه وعرضه ليه وجهه نظره في سيادتك. ربنا يخليك. الراجل ده اللي هو دلوقتي ما بقاش يعجب مصطفى مراد فهمي، ما بقاش يعجب بعد ما كان عشان تخش الاهلي مصطفى مراد فهمي بعد وانت خارج تصلي ركعتين شكر انك قعدت معاه. الانتخابات ان الناس المحترمه تبقى وحشه، لا، والناس الوحشه تبقى محترمه، ايه ده بقى؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ ايه ده؟ دي حاجه غريبه قوي، عملت النادي يا سحر؟ حاجه غريبه قوي، اقسم بالله، يعني مصطفى مراد فهمي اثار ايه؟ يا ست الحاجة ده كانت التليفونات شغالة في المجلس واحنا ما بنتكلمش. يا جماعة اما يبقى نائب رئيس النادي الاهلي مصطفى مراد فهمي انتوا عارفين الاسم ده تقيل قد ايه؟ بيحب النادي الاهلي، انا ما بحبش النادي الاهلي قد ما هو بيحب النادي الاهلي، اقسم بالله. فدلوقتي بقى وحش بقى في مش عارف ايه وايه اللي دخله وايه اللي خرجه وايه اللي وداه وايه اللي رفعه وايه اللي جابه، ده اللي احنا فيه ده. احنا يا جماعه
احنا يا جماعه انتوا واللي بيسمعونا واللي موجودين واللي مجوش، يا جماعه احنا عايزين نحافظ على النعمه اللي احنا فيها واللي ربنا ادها لنا. هو بصراحة كابتن، ما أنا هسيب لحضرتك تعلق لأن أنا أصلا من أنا بس أقول لك تعليق، إن هو الانتخابات دي الحقيقة غريبة جدا، لأن هو زي ما بيقول يعني، هو تخيل حضرتك إن أنا ما كان حصل أي حاجة وكنت بقيت مع كابتن محمود الخطيب. فالطريف إن الناس دلوقتي اللي بتهاجمني كانت هتقول حاجة تانية خالص. فده توريك إن التعليقات وكل ما يدور ما فيهوش أي حاجة موضوعية، هي عملية ناس بتفكر، ناس مش عارف يعني هل هي مصالح، هل هي ايه. انما بقول لحضرتك اهو مثل بسيط جدا، تخيل ان انا كنت في القائمة التانية، هل الناس اللي بتتكلم دلوقتي وتقول ان انا لا اصلح كانت هتقول ايه؟ كانت هتقول ان انا اعظم اداري كرة في العالم مش بس في افريقيا. فهي دي العملية. بقول لحضرتك ان الانتخابات غريبة جدا، لان المفروض الانتخابات كل يعني قائمة كل تقدم ما لها وما لا عليها. وبعدين لو في مشكله يعني اي انتخابات بتبقى رئاسيه في اي حته، بتبقى كل واحد عنده برنامج وبيعمل اجتماعات وبيدافع عن برنامجه، وبعدين تطلع مثلا مشكله عند واحد يركزوا عليها شويه عشان يكسبوا شويه اصوات وخلاص. انما تبقى العمليه لمده 3 أسابيع كلها تركيز في ان هجوم شخصي، وبعدين في بعض الاحيان بتبقى هجوم شخصي. والناس في اعضاء الجمعيه العموميه الحقيقه انا سعيد جدا بال ان التقيت بيهم في مدينه نصر وفي اهل الجزيره، يعني الترحيب اللي حظيت بيه حقيقه يعني اثر فيا جدا. وكلهم بيقولوا لي لازم تردوا، بنقول لهم هنرد على ايه؟ يعني احنا جايين عايزين نشتغل للنادي الاهلي وعايزين يعني نحصل على ثقتكم عشان نخدمكم، فده هو هدفنا. لو يعني بعيدا عن اي شيء يا فندم، النادي الاهلي دائما وابدا بيبرز لنا الكوادر، وفخر لاي اهلي وفخر لاي حد مصري ان يكون عنده نموذج مشرف في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي زي سيادتك. برضه عايز اخد حضرتك ليه الان كره القدم تتحول وتتقدم في هذه الحقبه، كره القدم تتقدم في كل دول العالم، وحضرتك تقلدت منصب في الاتحاد الدولي وهي المظلة الكبرى في كرة القدم في العالم. ما يوجد داخل ملفك لتطوير ملف كرة القدم داخل النادي الاهلي؟ انا ما عنديش، في نقطتين عايز اقول، مش تطوير، مش في بالنسبه لتطوير ملف الكوره، انا عايز اقول ان في نقطه في الانجازات بتاعه المهندس محمود طاهر، انه قال ان لاول مره في تاريخ الكوره تحقق فائض ايرادات، والانجازات كانت طيبه في 3.5 سنين، انجازات المجالس السابقه كانت ممتازه من 2004 ل 2014، لكن 2004 ل 2014 كان الكوره ما بتحققش ارباح، ربح مادي. دي اول مره الكوره تحقق ارباح، ودي عمليه مهمه جدا، لان زي ما حضرتك عارف في اوروبا دلوقتي في حاجه اسمها اللعب النظيف المالي، فاينانشال فير بلاي. الانديه مش من حقها انها تصرف اكتر من ايراداتها، انديه كبيره متهمه باريس سان جيرمان واتلتيكو لسه المشكله. الاتحاد الاوروبي بيتابع العمليه دي، ولو ثبت ان الاداره الماليه داخل هذه الانديه ليست على المستوى اللائق او الملائم، فبتمنع هذه الانديه من انها تشتري لعيبه لفتره معينه، بيعملوا لها فترات انتقالات ممنوعه. بالظبط. فالنادي الاهلي يكون ان هو لاول مره يحقق عائد، فدي طفره كبيره جدا، وتوريك النادي الاهلي لو حصل في السنوات القادمه الاتحاد الافريقي حاز حزو الاتحاد الاوروبي، وحب ان هو يشرف على الانديه بتاعته ويتاكد من صحتها الماليه، فالنادي الاهلي هيكون هو القائد برضه في هذه العمليه. يعني النادي الاهلي يسبق الاتحاد الافريقي كمؤسسه في هذا الشان. في هذا الشان. نعم. باشمهندس، احنا كاهلاويه تخطينا مرحله ان احنا بننافس محليا وقاريا، وبنتحدث من منا اكثر بطولات، ريال مدريد والاهلي سابقنا بكام بطوله، يعني احنا الان تخطينا الامر ده. كيف؟ يعني نتطلع دائما ان يكون المنافسه من النادي الاهلي عالميا. عايزين احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي اقترحتها على المهندس محمود طاهر ورحب بيها،
ان نعمل رابطه الانديه الافريقيه اولا. رابطه الانديه الافريقيه اولا، نتصل برابطه الانديه الاوروبيه. تمام. نحاول نحصل على صفه مراقب هناك، لان احنا مش في اوروبا، فنحضر اجتماعاتهم ونشوف كيف تدار هذه المنظومه ونتعلم منها ونبتدي ننشئ هذه الرابطه. ندعو الانديه الكبرى في افريقيا زي مازيمبي، زي الترجي، زي النجم، زي الوداد، زي اسك، وفي نيجيريا مثلا انيمبا شوتنج. علاقات يا فندم في البدايه؟ افندم يعني دي حضرتك بتبقى علاقات في البدايه ولا مخاطبات بتبقى؟ يعني بعلاقات دي مخاطبات. لو في انديه عارفين طبعا. تمام. الانديه في شمال افريقيا عندنا اصدقاء كتير هناك، فيبقى من السهل الاتصال بيهم، والتانيين هنبعت مراسلات ونعمل جمعيه عموميه مؤسسه ونقدر ننشئ هذه الكيان. هذا الكيان. هذه الرابطه هي من حولت دوري ابطال اوروبا الى واحده من اكبر البطولات. طبعا حضرتك عارف ان كان في الجي 14 كان فيه 14 نادي عايزين ينفصلوا ويعملوا بطولاتهم، فالاتحاد الاوروبي قدر يتفاوض معاهم، وعلى هذا الاساس تشكلت هذه الرابطه، ودلوقتي بتضم اكثر من 100 نادي. تمام. هي دايما الافكار، انا يعني احنا عايزين نخرج بره صندوقنا المحلي والقاري، عايزين نطلع، لان انت تعلم حضرتك وانت يعني مش متربي في الاهلي، ده يعني عضو عتيد في الاهلي، ان الاهلاويه لا يشبعون دائما من البطولات، احنا ناس ما بنشبعش ابدا وما بنشبعش من النجاح، فمتوسمين في حضرتك ان انت تنقلنا وتنقل طموحنا واحلامنا الى واقع، لان احنا بنضع ثقتنا في، يعني انت حضرتك مجرب كراجل ماسك اتحاد افريقي ولجنه المسابقات، فاذا النهارده الاهلاويه مستنيين من المهندس مصطفى مراد ان ينقلنا، واحنا وانت شايف حضرتك ان الانشاءات على الارض تبيح لنا ذلك. احنا عايزين طبعا من ضمن الحاجات هيبقى الاستاد، بس الاستاد ده حاجه محليه. احنا عايزين دلوقتي، اعتقد ان الاتحاد الدولي في طور ان هو هيغير نظام كاس العالم للانديه. نعم. مش عارفين بالظبط هتبقى ازاي، هل هتبقى كل 4 سنين، مين عدد الفرق، فلازم الاهلي يكون مستعد ان هو ما يتغير نظام هذه البطوله، ان هو يكون من اوائل الفرق الافريقيه المشاركه في هذه البطوله. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا الاستاد قلنا ان ده هيبقى مشروع مهم جدا، لكن برضو احنا عايزين نحسس، لانه ده مشروع الى حد ما بعيد عن اعضاء الجمعيه العموميه، يعني بالنسبه للجمهور اكتر من اعضاء الجمعيه العموميه. اعضاء الجمعيه العموميه عايزين نقول لهم برضو ان الاستاد ده ان شاء الله لو تحقق وقدرنا نحقق حلم الاهلاويه كلهم، ان هيبقى فيه فائده كبيره لاعضاء الجمعيه العموميه، لان احنا هنحاول ان كل الحاجات المرخصات. لو تحقق في وجودكم باذن الله، يعني لو تحقق في وجودكم ان شاء الله، يعني ان شاء الله. دي الفكره، احنا هنحط حجر الاساس لو ان شاء الله ربنا وفقنا والمشروع ده شاف النور، فهتبقى كل الحاجات التجاريه هتبقى هنحاول نعمل ان الاولويه في كل الاعمال الموجوده في منظومه الاستاد او حوالين الاستاد، الاولويه فيها الابناء اعضاء النادي الاهلي، ابناء اعضاء الجمعيه العموميه، وفي المباريات نفسها ان الاولاد ممكن اللي يكونوا هم ابناء الاعضاء هم اللي ينظموا جلوس، تبقى الاستاد كبير طبعا، هيبقى في ابناء الاعضاء هم اللي ينظموا مقابل مكافاه عينيه كل مره ما يجوا، ربط كل منشاه للنادي الاهلي باعضاء النادي، وهيحس اعضاء النادي ان الاستاد ده بتاعهم، هو ملك الجمهور وهما ما لهمش زي انديه اوروبا، السيروز اللي موجودين في اوروبا وفي انديه انجلترا بالتحديد بيبقى الناس المخصصه اللي بيبقوا لابسين الزي الاصفر لخدمه الجمهور، وبرضه المنظمين تحت اللي بيكونوا حوالين الملعب بيكونوا مش شرط انه يكونوا فريق امني، ممكن نعم. يكونوا متطوعين بيدربوهم، الفريق الامني هو المسؤول عن الدخول والخروج، بيتم تدريبهم وبيتم تدريبهم داخل المنشاه وبيستدعوا لهم ناس. باشمهندس مراد، عايز اسال حضرتك مصطفى مراد فهمي، عايز اسال حضرتك راي حضرتك في المهندس محمود طاهر، ولماذا تم اختيارك للقائمه بالتحديد؟ بقول لحضرتك يعني هو اللي اختارت القائمه على اساس الفكر التنظيمي، وانه كيف ستدار هذه كل منظومه وكل ملف، فكانت الفكرة طيبة، ان مش هيبقى يعني كل واحد يعمل اي حاجة، كل واحد عارف هو هيعمل ايه، وطبعا هتبقى مسؤولية جماعية، يعني في شق هيبقى كذا واحد بيشتغلوا فيه، لكن هي دي الفكرة كانت طيبة. وبعدين النواحي بقى الادارية اللي بنكتشفها كل يوم في المهندس محمود طاهر، كيف يستطيع ان يدير كل هذه المجموعة
بصفة قيادية، واعتقد ان هو الفترة اللي كان قريب فيها من الكابتن صالح اتعلم فيه حاجات كتير. مش هنقول يعني ان كابتن صالح لن يتكرر، لكن ان قربه من الكابتن صالح اتعلم حاجات في مكنته في الفترة الماضية. الفترة الماضية كانت صعبة، كان في يعني قضايا وفي مشاكل كتيرة، طاعوق مجلس الإدارة، وبعدين في استقالة جزء كبير من مجلس الإدارة واستمرار هذا المجلس بالقوام البسيط لتحقيق كل الإنجازات اللي حققها. فأعتقد أن القدرات الإدارية والقيادية إن شاء الله ربنا يوفقه ويقدر يقود النادي الأهلي في الفترة القادمة إن شاء الله. وهل الهجوم على مجلس إدارة النادي الأهلي مبرر يا فندم؟ حضرتك شايفه إزاي؟ الهجوم بالنسبه ليه في كذا حاجه، في كذا شق. لا انا بتكلم في العموم، متفرغين كل يوم بتطلع حاجه جديده. وبعدين يعني زي القصه بتاعت مسك، القصه بتاعت مسك يعني اللي بيهاجموه هم المتسببين في العمليه بتاعت مسك. يعني هو العقد بتاع مسك مش ما عملوش لا المجلس ده ما عملوش، المجلس اللي عمله كان المجلس كان اساسا كان قضاء اداري، وبعدين اللي عملوا العقد حولوه لتحكيم. تمام. وبعدين ظهرت حاجات غريبه في الاخر هي اللي مكنت الشركه، وبعض المستندات لم يتم ابرازها بل واخفاها من اجل اشياء معينه، ويقال انها لم تحظى بموافقه مجلس الاداره، وده شيء خطير كمان. اذا لم تحظى بمجلس الاداره فهي بطله، لان لازم تمام. انا بكلم حضرتك قانون يعني. نشوف المهندس محمود طاهر، يعني انت حضرتك قلت وجهه نظرك في المهندس محمود، نشوف وجهه نظر المهندس محمود طاهر كيفيه اختياره. وانا هقول لسيادتك احنا لغايه اخر يومين في النادي نعلم قائمه الكابتن محمود الخطيب، ولا نعلم من هو النائب في قائمه الكابتن محمود في المهندس محمود طاهر. المهندس مصطفى الثاني الحقيقه للممكن ما يعرفش تاريخه كويس، المهندس مصطفى الثاني ابن مربي فهمي من قدامى النادي الاهلي، عضو مجلس اداره، مربي عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، مربي واشقائه يلعبوا كوره في النادي الاهلي، مصطفى مراد فهمي موروث النادي الاهلي، حضر تطور النادي الاهلي ونشئته منذ الخمسينات. أنا ليه بقول الكلام ده برضه عشان تكونوا عارفين؟ لأنه من ضمن الأقاويل اللي بتقال إنه هذه القايمة ما هماش ولاد النادي الأهلي. أنا بس عايز أثبت للناس إنه اللي اتولد في النادي الأهلي تقريباً 99% من أنا الوحيد اللي ما اتولدتش في النادي الأهلي بالمناسبة، إنما كل القايمة موجودة في النادي الأهلي. فمصطفى مراد فهمي قرار الكورة في قارة أفريقيا لمدة 28 سنة، عمل حاجة اسمها بنى حاجة اسمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عمل النظام الإداري للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عمل النظام المالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كل الكلام ده لمدة 28 سنة. أنا أعتقد إنه اللي يستمر في موقعه بنجاح لمده 28 سنه يبقى خط له قيمه لابد، وابن النادي الاهلي يبقى لابد من استغلاله داخل النادي الاهلي. لما سال الاتحاد الافريقي راح لجنه المسابقات، رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي الفيفا، بينظم كل المسابقات الكرويه على مستوى العالم. هذا الرجل سيتولى رئاسه المكتب التنفيذي للنادي الاهلي، اللي هو تقريبا كان متولي المكتب التنفيذي او اداره المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي الدولي، اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. اعتقد انه من خلال ملف الكوره في النادي الاهلي مصطفى مراد فهمي هو من احضر الناس اللي تقدر تدير.
باشمهندس مصطفى، حضرتك برضو وخبراتك الطويله سواء في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، البعض يزعم ان الاداره ستكون صعبه بالنسبه لك في اداره ملف كره القدم بالنادي الاهلي، هل هذا صحيح؟ مش عارف يعني الحقيقه ايه الصعوبه. يعني مثلا انا كنت زي ما حضرتك قلت مدير القطاع المسابقات في الاتحاد الدولي، حضرتك تعرف الميزانيه بتاعت القطاع بتاعي من 2010 ل 2014 اللي هي السايكل بتاع كاس العالم، قطاع بس مش الاتحاد الدولي، قطاع المسابقات كان الميزانيه بتاعته 500 مليون دولار، يعني بالسعر بتاع دلوقتي في يبقى 8 مليار جنيه. كنت انا المسؤول، ما بقولكش انا يعني بشوف الفلوس دي وما بشوفهاش، لكن انا بوافق، لازم اوافق على صرف هذه الفلوس للاستادات من اجل تطوير المنظومه، فلازم اوافق وامضي على الحاجات دي وانا المسؤول. يعني كل ثلاث اشهر بروح واقعد مع المدير المالي ويقول لي انت صرفت هنا البند ده اكتر ليه، البند ده ما صرفتوش ليه، كل ثلاث اشهر عندنا تحقيق يعني لازم اتابع. فاهم يعني كنت بدير 500 مليون دولار، فيعني اعتقد ان اقدر يعني اعرف بالظبط النادي الاهلي ايه اللي بيحصل فيه، وهذه يعني مش هكون مسؤول كمان عن الفلوس في حضرتك. اتعاملت مع كم اتحاد في العالم؟ فاهم اتعاملنا مع كل الاتحادات، كل اتحادات العالم 211 بيلعبوا، لان احنا كان قطاع المسابقات مش مسؤول بس عن الادوار النهائيه، برضه تبعنا الكواليفاير او الادوار التمهيديه، فالادوار التمهيديه بتتلعب وكان في فريق مكون من ثلاثه هم اللي كانوا بيديروا هذه البطوله، وكانوا يعني زملاء ليا وكانوا جنبية في المكتب اللي جنبي، لان بيتابعوا اما المباريات بتتلعب في العالم كله في نفس الوقت، فيعني هم يعني انا بشرف عليهم بس هم اللي بيتابعوا تفاصيل هذه المباريات. بيجوا الصبح بتبقى المباريات بتتلعب في استراليا، وبعدين بعد شويه ماتشات اسيا، وبيبقوا الماتشات بعد كده بتبقى في اوروبا، وبعدين بعد كده ياخدوا الكمبيوتر بتاعهم ويروحوا البيت، لان لازم يتابعوا كمان بعد كده الماتشات، وهم الساعه 12 والساعه 2 الصبح الماتشات بتاعت امريكا الجنوبيه. تمام. فيعني شوف حضرتك ان كل الماتشات دي متابعها. النادي الاهلي طبعا منظومه كبيره، مش هقول ان انا مسيطر اقدر اسيطر على اي حاجه فيها، لكن باللقاءات اللي تمت مع الاعضاء انا يعني مش بس بقعد مع الاعضاء بقول لهم انا فلان ويا ريت تصوتوا لي، لا بقول لهم يعني احنا نتمنى طبعا انهم يصوتوا لقائمه المهندس محمود طاهر، لكن يعني ايه مقترحاتكم، ايه مشاكلكم، وعندي نوتة بمشي بيها بكتب فيها كل الحاجات. بالمناسبة قبل ما نطلع فاصل، انا شاهدت حضرتك الاسبوع الماضي كنت رفضت ان حد يمشي معاك وكنت ماشي لوحدك، حتى لما قام البعض كده يمشي ومع حضرتك على الترابيزات وفي تسلسل انا ملاحظه. اول مرة كنت بتعرف نفسك مع ان الناس كثيرة جدا عارفاك، تاني مرة لقيت الناس في مؤخرا هم اللي بيقوموا لحضرتك في المدة البسيطة دي، ازاي قدرت هذا التواصل الحميم مع الاعضاء؟ والله ده يعني حب الناس وحب النادي الاهلي، يعني الناس برضو بتحس، يعني اعضاء الجمعية العمومية بيحسوا ان ده واحد جاي عايز يعمل حاجة. ف يعني ما اعرفش يعني ده بيبقى شعور، يعني حضرتك يعني تلتقي بواحد بتحس بارتياح ليه، فدي حاجة الحقيقة تشرفني. الحمد لله. نطلع فاصل ونرجع تاني مع المهندس مصطفى مراد فهمي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا. باشمهندس مصطفى، حضرتك كنت ليك علاقات قويه بلجنه التطوير الكره في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي، يعني على راسهم سير اليكس بيرسون وهو ماسك هذا الامر، وايضا جيرال اوليه المدير الفني الفرنسي الشهير لليفربول، بالتاكيد دي من الصداقات اللي حضرتك تعتز بيها. يعني سير اليكس فيرجسون مش صديق، يعني شفته في ورشه عمل
الاتحاد الاوروبي محل لليورو 2016. نعم. فكان موجود وهو شخصيه ظريفه جدا ومتواضع جدا وسهل جدا انك تتكلم معاه يعني. لكن اللي بعرفه معرفه شخصيه وصديق هو جيرار ويه. جيرار ويه يعني عاصرته في كذا بطوله، وحتى في بطوله 2014 كان لي الشرف اني سافرت معاه في طياره خاصه في مباراه او مباراتين. هو شخصية لطيفة جدا ومحبوب جدا في الاتحاد الدولي. هم مسؤولين عن كيفية تطوير كرة القدم وتعليم المدربين، بيعملوا اجتماعات بيحضر فيها كل المدربين، جوزي، مورينيو، جراديولا، سيميوني، كونتي، كل دول بيروحوا يشوفوا الجديد والتطوير الجديد في كرة القدم. ما بيقولكش لا أنا مورينيو فما ينفعش أروح، لا بيروح بيتعلم وبيحضر. ومين اللي بيدي الدروس؟ سير أليكس وجيرار أوليه، اثنين من الناس اللي حصلت على دوري ابطال اوروبا وبيدوا دفعه كبيره جدا لكل المدربين على مستوى العالم، وده سبب التقدم كره القدم في اوروبا وخاصه في اسبانيا وفي المانيا. باشمهندس، هاخد من فاروق حاجه كده خطرت على بالي وانا بعد ما سمعت الكلام ده. حضرتك شاهدت نجوم كبار ونجوم عالميين، برايك نجم زي مارادونا يعني لماذا اقتصرت نجوميه مارادونا عند كرة القدم؟ وهل بالضرورة ان كل نجم وهو بحجم مارادونا هل بالضرورة ان ينجح؟ مارادونا ما قدرش ينجح كتدريب، هل من الممكن ان النجم لمجرد انه نجم ينجح في تدريب او في ادارة، ولا دي ملكات يهبها الله لمن يشاء ومش بالضرورة كل من نجح ينجح في اخر؟ هو بالظبط زي ما حضرتك بتقول، دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمنح الملكة دي، اللي ممكن يبقى لعيب ينجح في التدريب وبعدين ينجح في الإدارة، وممكن ما ينجحش. زي ما حضرتك بتقول مارادونا لم ينجح في التدريب، وأنا كان سنة 2010 كان بيدرب هو منتخب الأرجنتين وحضرته في كذا مباراة، تبقى يعني بيبقى غريب جدا يعني، لأنه بيجي في الأول وبيبقى لابس لبس عادي، وبعدين في الاخر بيبقى يخش يلبس البدله وواحد يلبسه الكرافته، فبتبقى دمها خفيف يعني، بيبقى عامل جو. وحضرته كمان سنه 86 لما كان 86 لما كان لعيب في كاس العالم في ماتش ارجنتين مع كوريا الجنوبيه، كسبوا 5-0، وكان بيعمل جو غريب جدا في يعني انا فاكر الارجنتين بيخشوا معاهم مزيكا صاخبه ويقعدوا يخشوا يرقصوا قبل المباراة في الاوض اللبس، فبتبقى. لكن طبعا هو ما نجحش، لان يمكن ما نجحش لسبب يعني مش متلازمه يعني، لا وحاجات شخصيه يعني، سلوك مش انا قصدي او غير مردود مش متلازمه، لكن ممكن بينجح. باكن باور مثلا في ناس نجحت، رومينيجا نجح، باكن باور نجح، رومينيجا نجح، بلاتيني نجح، ان بلاتيني نجح، الى ان حصلت المشكله دي اللي هو يعني برضه بلاتيني صديق برغم المشاكل اللي حصلت له، وبتصل بيه كثيرا في يعني كل 3 اشهر اكلمه واطمن عليه وما الى ذلك، لان هو يعني رجل مش يعني يمكن اتظلم شويه في القصه. هو كان له دور مهم في تطوير الكره في اوروبا، في الاتحاد الاوروبي، في الاتحاد الاوروبي عمل حاجات كتير، عمل لكن القصه بتاعته يعني يمكن هو ما ركزش فيها قوي، مش راجل ما بيجريش ورا الفلوس، فحصلت له المشكله دي مع مستر. طب باشمهندس، حضرتك عايز اسال سؤال. بعد التطور الهائل واصبحت الرياضه اكبر وكره القدم بالتحديد من 22 لاعب بيجروا ورا كره، واصبحت اكتر من 3-5-2 و4-4 وهكذا، شارل دي جول كان ليه مقوله بيقول السياسه اصبحت اخطر واكبر من ان يتولاها السياسيون. الان الرياضه بعد هذا التطور الهائل واصبحت صناعه واصبحت دخلا كبيرا لبعض الدول، بل بعض الدول اسمها من فرقها، هل من الممكن وانا لا اعمم ان الرياضه اصبحت اخطر من ان يتولاها الرياضيون؟ ما اظنش برضه يعني، دي لا انا مش قصدي على المطلق، لكن اصبحت مهمه جدا، اصبحت صناعه زي ما حضرتك بتقول. تمام. جيرال دي جول يعني كان شخصيه اسطوريه يعني. تمام. من الاشخاص اللي يعني بعتبر يعني يعني عمل حاجات كتيره لفرنسا، وكان راجل عنده فيجن كبير قوي يعني. مش عارف حضرتك تعرف ان
الجنرال دوغول سنة 66 زار الاتحاد السوفيتي وعمل ألقى خطاب في الكرملين، مش في الكرملين، كان في جامعة من الجامعات وفيها أساتذة، وقعد يخطب وما كانش بيذكر الاتحاد السوفيتي، كان بيقول في الخطاب بتاعه روسيا 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 ده 66. فقالوا له انت ايه اللي بتقوله ده، ما فيش حاجة اسمها روسيا، احنا هنا في الاتحاد السوفيتي. فقال لهم لا، الاتحاد السوفيتي دي حاجة مصطنعة وهي الى زوال، وستعود روسيا مرة اخرى. وعملها جورباتشوف ويلسن، وعملها بعد 20 سنة 24 سنة. فتوريك حضرتك ان ده شخصية اسطورية، والفرنسيون اختاروه اعظم واحد في التاريخ. هو ممثل فرنسا، اكبر شخصية في تاريخ فرنسا هو شارل دوغول. تمام. يعني اي حاجة يقولها يبقى لازم جمهورية الخمسة بدأت بي. يعني اذا النهاردة لا نقدرش نقول يعني مقولة، انا اصلا دي مش مقولتي، انا المقولتين واحدة لدوغول وواحد لفرنسي اخر، يعني ان هو اخذها منه على كرة القدم. ما نقدرش نعممها، لكن بعد كل هذه الصناعة في الرياضة عايزة دراسة، ما هياش ما تقدرش. تمام. يعني صعب جدا انك تاخدها على التعميم، صعبة على التعميم كده، ولكن تضع في الاعتبار. بس طبعا في حالات استثنائية، فيها حالات يعني عندنا الكابتن صالح سليم. طبعا كابتن صالح سليم يعني دي بقى حاجة، كابتن صالح ده كابتن القيادة في كل شيء، كابتن صالح ده حالة استثنائية في كل شيء يعني كده، لا يعني مالناش دعوة بيه، ده يعني حاجة. باشمهندس مصطفى، عايز اسأل حضرتك طبعا وجهة نظرك في فريق الكرة في النادي الأهلي، ما شاء الله السنة اللي فاتت كسبان دوري وكسبان كاس، وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. هو برضه طبعا النتائج ممتازة بالنسبة للمجلس ده في الظروف اللي هو كان فيها، وطبعا بالمقارنة بالسنوات الأولى للمجالس السابقة تعتبر افضل، ان لم تكن من يعني من الافضل او الافضل. فهي زي ما انا مره في الندوه من الندوات جبت كتاب، عندي كتاب في اسمه 1100 نادي، كتاب فرنسي، ففي بيتكلم عن كل انديه العالم. ففي انديه افريقيا بيبتدي بمصر، مصر مدين لها صفحتين، صفحه للنادي الاهلي وصفحه لباقي الانديه، الانديه بما فيها الزمالك والانديه الاخرى الاسماعيلي والمقاولين، حاطين 7-8 انديه، والنادي الاهلي له صفحه لوحده. في مقوله في الاول قال لك ان مقوله لجوزيه، جوزيه بيقول ان في عدد محدود جدا من الانديه في العالم غير مسموح لها بخساره اي مباراه، من ضمنها الاهلي. فهي دي المشكله بالنسبه للنادي الاهلي، ان جمهوره ما لا يمكن ان يتقبل انه يخسر مباراه. فبتبقى المسؤوليه الملقاه على عاتق اي اداره صعبه جدا، لانه لازم حاطط دفع اعتباره. واما تيجي ظروف للمهندس محمود طاهر، ظروف ان هو جاي بيستلم فريق في نهايه، زي ما نقول في الكوره سايكل، السايكل بيخلص، في لعيبه كبار، احلال وتجديد، حضرتك احلال وتجديد، ثمانيه خرجوا على ما اظن، ثمانيه خرجوا وما فيش البديل، البديل ما لحقش ياخد الفرصه. ان هو مش اي ثمانيه يعني، منهم يعني ابو تريكا، ومنهم ابو تريكا يعني حصلت في التاريخ النادي الاهلي كتير، يعني حصلت طبعا كل دول من 48 لغايه 59 60 كسب يمكن 9 دوري، وما فيش اي فتره الاهلي كسب 9 دوري ورا بعض يعني. لكن بعد كده ابتدت العمليه تتهز، والدوري لما اتعمل مجموعتين خسر الاهلي الدوري، وبعدين فتره الستينات من 62 يمكن ل 67 كان الزمالك الافضل. نعم. الاهلي ابتدى يرجع تاني. نعم. كويس، السايكل الجديد ابتدى بتاعه، لكن وقف لما جت حرب 67 كان ابتدى الفريق يتجدد. فكل اللعيبه القدام في الفتره دي بطل، زي الفناجيلي واللي بقى منهم ما كملش كتير، يعني زي يعني في ناس كتير ما بقى، في ناس تقريبا ما لعبتش، ما لعبتش قبل يعني ما تلعب مشي. يعني في لعيب زي محمدين لعب شويه في قبل 65 66 وبعدين اختفى 72 يمكن لعب سنه واختفى. تمام. باشمهندس، انتوا كقايمه مع المهندس محمود طاهر، حضرتك البرنامج المهندس محمود طاهر هو ملفات، 12 ملف، يعتبر ال 12 يكونوا برنامج. احنا كنا بنتكلم عن الرياضه مع سيادتك وكره القدم بالتحديد، الملفات الاخرى لعضو الجمعيه العموميه، يعني الجمعيه العموميه الان يهمها طبعا الكوره والتطوير، ولكن ايضا العضو الجمعيه العموميه
يهمه الأنشطة الأخرى والأنشطة الاجتماعية وما سيستفيد من أجل حبه للنادي، عايز النادي يفضل في أبهى صوره. القايمة إيه يعني؟ طبعا الأستاذ كامل زاهر أمين الصندوق هو الملف المالي، طبعا هو عمل طفرة مالية، فأتمنى أنه تستمر هذه الطفرة في وجوده. في بعد كده الدكتور هاني سري الدين هيبقى مسؤول عن الملف الاقتصادي والقانوني. طبعا حضرتك شفت المشاكل القانونيه الكبيره اللي تعرض لها النادي الاهلي، لكن لما يبقى فيه شخص مسؤول في بمثل هذه القامه داخل مجلس الاداره، اعتقد هيبقى معالجه هذه الامور هتبقى اسهل وتتم بسرعه، ويمكن تجنب اي اخطاء في معالجتها. طبعا من الناحيه الاقتصاديه هيكون له دور كبير في عمليه يعني اعداد التمويل اللازم لاستاد النادي الاهلي مع بالتعاون طبعا مع امين الصندوق. في الاستاذ حمدي الكنيسي، استاذ حمدي الكنيسي ده الملف الثقافي ده مهم جدا بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه، بالنسبه هيبقى مسؤول طبعا عن القناه هنا عن مجله الاهلي والصالون الادبي، وفي الاعضاء بيطلبوا المكتبه ان يسري المكتبه بمؤلفات اكتر. في الدكتور ايهاب ماضي، الدكتور ايهاب ماضي هيبقى مسؤول عن الملف الطبي. الملف الطبي هيشمل رعايه الرياضيين والتامين عليهم وعلاجهم، و يعني مراعاه التدريب، الاحمال التدريبيه كيف تكون ومتابعتها. والمشروع الاهم اللي هو التامين الصحي على كل اعضاء النادي الاهلي. النادي الاهلي منظومه فيه 147,000 عيله، وكل عيله فيها عدد من الافراد، وبالتالي هيبقى من الممكن جدا ان يتم عمل تامين صحي مع احدى الشركات العالميه، مش بس شركه مصريه. لما يبقى عندك العدد كبير يبقى هتقدر تاخد تسهيلات، مبلغ التامين يبقى اقل طبعا. في بعد كده مهندس يحيى، دكتور مهندس محمد يحيى. مهندس يحيى طبعا هو عمل مجهود كبير جدا متطوع في انشاء فرع زايد والحصول على ارض التجمع، وبعدين في الطفره الانشائيه سواء في اهل الجزيره وفي اهل مدينه نصر هو اللي وراها. في حتى في اهل الجزيره في مبنى جديد اعتقد انه هيتم افتتاحه قريبا جدا لكبار السن، وطلبوا انه يكون في مصعد ان شاء الله هيكون في الخطه. وفي محمد جمال هليل هيكون مسؤول عن التواصل مع اعضاء الجمعيه العموميه، ده هيبقى ملف كبير جدا. التواصل مع اعضاء النادي هيبقى في مشاكل، ولقينا ان في عدد كبير من المشاكل ما بتوصلش للمجلس الاداره، في قصور في هذه الجهه. واتفقنا بعد كل الجولات الانتخابيه، كل الجولات مع اعضاء الجمعيه العموميه، كل اللقاءات، ان هيبقى في مسؤول اتصال في جهه وفي مكتب تجي له الشكاوي، ولما يجي الشكوى الجهه المشكو في حقها تدي رايها، وعلى ضوء الشكوى والرد عليها المجلس يتخذ قرار في هذه العمليه، ويبقى في سايت على الانترنت لو واحد مش عايز يعملها مكتوبه. تمام. والثلاثه اللي تحت السن كل واحد ايضا ليه الملف. يعني انت النهارده حضرتك الباكج القايمه ككل كلها مكمله لبعضها البعض. الاعضاء تحت السن في الاستاذ مروان، الاستاذ مروان حضرتك بالادب مسؤول عن النشاط الرياضي، وهو اصلا في المجلس الحالي مسؤول عن النشاط الرياضي في الالعاب الاخرى. وشيرين منصور هتبقى مسؤوله عن ملف المراه وملف ذوي الاحتياجات الخاصه. وكابتن طيار احمد مصطفى يبقى مسؤول عن الملف الشبابي. تمام. باشمهندس مصطفى، حضرتك تربطك علاقه صداقه اكيد مع الكابتن هاني بوريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، واكيد شفت انجاز تاهله كاس العالم بعد 27 سنه، انجاز كبير. طبعا انجاز كبير الكابتن هاني، انا كان ليا الشرف ان انا كنت في اتحاد الكوره في بدايه التسعينات. نعم. كان الوزير عماره عيني، ولقيت ان في تضارب كبير بين تواجدي في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، فاستقلت. واعتقد ان الكابتن هاني بوريده هو اللي حل محلي، ف يعني دايما انا بسعد ان هو يعني تعاملنا كتير في الاتحاد الافريقي، وفي الاتحاد الافريقي هو من القامات الكبيره في الاتحاد الافريقي، وانا كنت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي من 96 ل 98،
وهو دلوقتي حاليا يعني يمكن المده الثانيه بتاعته في الاتحاد الدولي، فبنتمنى له دلوقتي بقى اسمه المجلس الفيفا كونسل، فبنتمنى له التوفيق، وهو يعني خير ممثل لمصر في هذا المحفل الكبير. احنا عندنا فيديو لكابتن هاني بوريده بيتحدث فيه عن المهندس مصطفى مراد فهمي، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام. حواري مع المهندس مصطفى مراد فهمي، انما معايا على التليفون ايضا المهندس هاني ابو ريده، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وحاجه مشرفه، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي الفيفا. يا باشمهندس هاني والله العظيم وحشنا جدا جدا، انا لو اعرف ان حضرتك هتبقى موجود معانا علشان خاطر موجود معانا المهندس مصطفى مراد، انا كنت عملت الحلقه دي مثلا يجي من سنه مثلا فاتت ولا حاجه. ربنا يخليك يا ابراهيم، ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ يعني انا ما يفوتنيش ان اخويا وصديق العمر الباشمهندس مصطفى يكون موجود وما اكونش انا يعني جنبه الحقيقه، لانه يعني المهندس مصطفى يعني شوف الناس كتير يعني مش عارفين حجم العمل اللي بيعمله حتى لمصر، مش ما اتكلمش انا عن النادي الاهلي الحقيقه، انا بتكلم على مصر ومصطفى فهمي. حاجه جميله جدا جدا، قمه في الإدارة الرياضية، تاريخ كبير جدا جدا. أنا حبيت أقول بس إن مصطفى مواقفه الكتيرة اللي طبعا اللي لا نستطيع أن يعلن عنها في خلال تعامل معاه عمر مدة طويلة جدا، إنه مواقف إيجابية بشكل كبير جدا لخدمة مصر والمنتخبات والنادي الأهلي ونادي الزمالك، كل الأندية ما بيتأخرش. والحقيقة هو طبعا مش بتاع اعلام، ما بيظهرش خالص، انا عارف، انما اللي حابب اقوله ان مصطفى حاجه مشرفه جدا جدا، وجوده في النادي الاهلي اضافه ضخمه جدا جدا. الناس هتعرف حجم اللي ممكن يعطيه مصطفى فهمي زي ما اعطاه مراد بفهمي وزي ما اعطاه عبد العزيز بفهمي للنادي الاهلي والمصر. فالحقيقه انا حبيت بس اقول الكلام ده، مصطفى الناس ما تعرفوش ان الاجنده الدوليه اللي احنا ماشيين عليها لغايه سنه 22 في الاتحاد الدولي، هو مصطفى فهمي بصفته رئيس لجنه المسابقات ورئيس الكوره كلها في الاتحاد الدولي. يعني لما بنحتار احنا في الاتحاد الدولي على الاجنده، ولو بنتكلم على ان البطوله 22 صيف ولا شتاء، الموضوع عند مصطفى عشان نلعب 22 في الشتاء لازم يبقى في شغل سنه 2021 قبل ما ندخل على 22. ده مصطفى فهمي. ففي حاجات كتيرة جدا جدا مصطفى فهم عملها للكرة على مستوى العالم وعلى مستوى افريقيا. حبيت اقول ان هو يعني اضافة كبيرة جدا 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 لاي مكان يكون فيه مصطفى فهم. ده حاجة. وانا بحييه طبعا، ان انا فوجئت طبعا ان مصطفى فهم مترشح في النادي الاهلي. فوجئت فوجئت جدا لان مصطفى دايما بيعزف عن اي منصب، وياما اتقال له تعالى وانا اقول له في اي حاجات كثيره جدا بيعزف عن اي منصب وبيحب يشتغل في هدوء شديد جدا. ان انا افوجئ بمصطفى بيتقدم. انا طبعا بقول ما بقولش مهندس مصطفى فهمي لان العلاقه تصبح ان يشيل الالقاب بينه وبينه، انما مصطفى فهمي للناس اللي مش عارفاه، مصطفى فهمي ابا عن جد النادي الاهلي، مصطفى قمه للاداره الرياضيه في مصر. انا اتعلمت منه كتير، وانا لما جيت ادخل الاتحاد الافريقي هو اللي اول واحد قال لازم تدخل الاتحاد الافريقي ولازم يبقى لنا تواجد، ولا انسى فضله في هذه المساله هو وكابتن الوحش رحمه الله عليه، لان كابتن الوحش برضه الناس ما تعرفش انه ساب مكانه وكان في الاي ار تي، وانا دخلت مكانه في لجنه في الاتحاد الافريقي. فمصطفى من الناس اللي وقفت في ظهري فترات طويله جدا جدا، فكان من واجبي النهارده ان انا ادخل احييه وادخل اقول ان مصطفى وشيت بيه، ودي يعني ما يعني شهاده كانت واجبها ان انا اقولها لكل مواطني مصر. دي حاجه محترمه منك والله يا باشمهندس هاني. طب اتفضل بقى ترد على الكلام ده. انا مع لا الحقيقه يعني ده يعني وسام على صدر الاستاذ علاقة قوية يا فندم ما بين سيادتك والكابتن هاني أبو ريدة، علاقة سنين. بقول لحضرتك والكابتن هاني أبو ريدة الحقيقة محبوب جدا في الاتحاد الدولي، يعني مش بس عشان هو مصري لكن هو شخصيته محبوب جدا،
يعني بيساندني كان دايما في خلال تواجدي هناك في الاتحاد الدولي. يعني كان في الاجتماعات. عايز تكمل الكلام عن القائمه. القائمه الحقيقه احنا ما ذكرناش الاستاذ خالد حبيب. انت سايبه بقى لان هو ده بتاع الهيكله والتنميه واللي هيعمل النادي بقى الهيكله. سنه 92 سنه من 96 ل 2000 كابتن صالح طلب من المهندس محمود طاهر انه يجيب حد عشان يعيد الهيكله الاداريه للنادي، لكن ما قدرش ينفذ البرنامج بتاعه، فهو جاي عشان يعيد تنظيم المنظومه من الناحيه الاداريه، ولان هو خبير في الموارد البشريه، ويعني نتمنى ان دي هيبقى تطوير كبير جدا، يبقى له دور كبير ان شاء الله في تطوير النادي الاهلي من ناحيه الموارد البشريه والمنظومه الاداريه في النادي. الى اي مدى الكابتن حسام البدري ناجح من وجهه نظرك في توليه مدير فني النادي؟ هو اكيد الكابتن حسام البدري من انجح المدربين المصريين في الفترة الحالية، يعني لم يكن هو المدرب نمرة واحد في مصر، فهو من أفضل ثلاث مدربين في مصر في الفترة الحالية، والنتائج اللي حققها بتتكلم بالنيابة عنه. وفي يعني احنا بنذكر دايما ان النادي الأهلي ما كسبش بطولة الأندية الأفريقية في السنة دي، وبنقول ان يعني يمكن في حاجات بخصوص التحكيم في المباراة النهائية، لكن بننسى ان الطريق للمباراه النهائيه بتاع النادي الاهلي كان اصعب بكثير من طريق الوداد، وضغط المباريات بتكلم على الفوز على الترجي والنجم الساحلي وضغط المباريات، عمر الاتحاد الافريقي ما كان بيضغط المباريات كده، ده لعب بالسيمي فاينل والفاينل وراه على طول، فدي كلها ظروف وحقيقي على الفريقين، لكن ساعات بتبقى فريق دون الاخر، لان هو السكه بتاعته كانت اسهل، والماتش مع مولوديه كان اسهل للوداد من النجم، فطبعا دي ظروف يعني كانت صعبه بالنسبه للكابتن باشمهندس اعضاء النادي الاهلي. اتفضل. وظيفه الكابتن حسام البدري ان هو بيحاول يعمل توليفه طيبه من اللاعبين دلوقتي، واللاعبين الاجانب برغم ان كوليبالي مشي كان لعيب كويس، بس اعتقد ان هو سلوكه كان غريب شويه، لكن اللعيبه الموجودين حاليا ان شاء الله يوفقوا، والنادي الاهلي ان شاء الله نعد الجماهير ان يبقى السنه الجايه تبقى عوده البطولات للنادي الاهلي ان شاء الله. عايز اكلم حضرتك على شركه الكوره اللي ستعقد او ستتم اجراءها، اعتقد ان ملف اجراءات شركه كره القدم اعتقد ان تم اخذ فيه بعض الخطوات، عايز اسال حضرتك عن شركه كره القدم اللي هتتم. لا، شركه الكوره لسه ما فيش خطوات على ارض الواقع، لكن معروف ايه اللي المفروض يتم، ان الكره تستقل وبعدين هيبقى في جهه ماليه، نشوف بقى شركه الكره هل هتطرح هذه الاسهم وكيف ستطرح، والمهم في العمليه ان الاغلبيه الحاكمه لشركه الكره من المؤكد انها ستكون للنادي الاهلي، سواء النادي كنادي او اعضاء الجمعيه العموميه، يعني ده امر مفروغ منه. ولو كان مفيش نسبة محددة في اللائحة قبل كده هنحددها لو ده بيشكل أي مشكلة، لكن هو ما تحددش، لأن مجلس الإدارة كان أكيد يرغب إن هو النسبة الحاكمة، لأن الشركات التانية تعرض النسبة العادية اللي هي 51%، لكن نظرا لأهمية شركة الكرة يعني يمكن عايز يزود النسبة دي عشان يضمن إن النادي الأهلي يبقى مسيطر سيطرة تامة، يمكن تبقى 60% مثلا للنادي عشان يبقى ضامن انها سيطرة تامة. فيش طبع كلام ان هو الاهلي هيتباع والكلام يعني النادي الاهلي ده يعني كيان لا يمكن ان اي حد يفرط فيه. تطوير قطاع ناشئين الشركة بقى طبعا، يعني احنا مش هنروح نشوف الاندية بره كيف تدار مثل هذه المؤسسات الكبيرة، ونضع المنظومة الملائمة، لان مش اي حاجة تلائمنا، يعني مش هروح انجلترا متقدمة جدا، هشوف الدول الأقرب لينا دولة زي البرتغال مثلا كيف تدار مثل هذه الأندية عندما تتحول إلى شركات. فإن شاء الله يعني هتبقى في فريق، يعني ما أقدرش أقول أنا هشتغل في العملية دي، لازم يبقى في جانب اقتصادي، جانب قانوني، هيبقى في جوانب كتيرة جدا، وجانب رياضي والشق بتاع المدربين اللاعبين، كيف تحرر العقود وكيف سيتم الانفصال الشركة عن النادي، أمور بقى كثيرة جدا المجلس الجديد إن شاء الله سيعكف على دراستها. طيب التطوير قطاع الناشئين يا فندم؟ قطاع الناشئين ده برضو
يعني شكوى يعني كبيره جدا من الاعضاء ان في يعني المعايير مش واضحه كيف يتم اختيار الناشئين. المهندس محمود طاهر قال ان في ناس من نادي اياكس موجودين وهيشاركوا في العمليه دي ان شاء الله. دي حاجه يعني اعتقد نموذج اياكس هو الافضل في العالم، حتى بايرن ميونخ برشلونه قامت على نموذج اياكس. ده نموذج لان هو كرويف هو الاساس بتاع القصه دي، وكرويف ده كمان من الشخصيات الاسطوريه. واحب هنا اقول قصه انا قريت مره نسكند اللي هو كان نمره 2 معاه حكى قصه فبيحكي عن كرويف، قال ان كرويف كان كنا لما بنلعب هو اللي بيوجهنا يقول لنا يعني العب لفلان او العب لعلان في الملعب، تبقى الكوره في ناحيه اليمين ينقلها ناحيه الشمال. قال لك احنا مع كرويف ما كناش بنفكر، يعني هو يقول لنا حاجه ننفذها عشوائي زي ما يقول لنا، وبعد ما نلعبها نفهم هو كرويف كان قال لنا نلعبها ليه. كرويف ده يعني من الشخصيات سمعت حضرتك شكوى، ودي العمليه القياديه القياده يعني بالنسبه دلوقتي. احب ارجع للموضوع ده، موضوع خارج السؤال خالص، ان هو الكابتن في حتت كتيره جدا يعني في كل دي الحاجات اللي انا يعني مش فاهمها في النادي الاهلي، انه في فتره من الفترات جه اصبح لازم ان الكابتن يبقى هو اقدم لاعب في الفريق. دي مش موجوده في كل حته في الدنيا، في حتت كتيره جدا بتديها على حسب الشخصيه، على حسب الشخصيه الناحيه القياديه. في لعيبه، في حسام غالي مثلا هو عنده شخصيه قياديه، في لعيبه تانية ما كانش دورها ملموس كقياده وكان بتبقى لعيب تاني هو اللي بيقود الفريق مش كابتن بس الفريق. هي من الصدف الحسنه ان بيبقى الاكبر هو اللي عنده دي، فعشان كده ماشيه في النادي الاهلي بالاسلوب. بس زمان قبل كده ايام الكابتن مختار انا والدي كان بيحكي لي ان ساعات يبقى هم نازلين يقول له انت النهارده نازل كابتن، ان هو بينمي فيه عنصر القياده. سلمان الجوزيه حول شرط الكابتن من عصام الحضري الى شادي محمد في يعني كان لها ظروف يعني لكنها تتم. بالنسبه للاعضاء حضرتك ندمج ما بين الناشئين والاعضاء، لان شكوه اعضاء النادي دي حضرتك يجب ان توضع في الاعتبار، لان يجب ان تحدد هناك معايير عشان ما حدش يحس انه ظلم. من اولويات سيادتك المعايير توضع من اجل مرحله كامله الكل يبقى راضي، مظبوط؟ بالظبط. يعني في لما تبقى العضو شايف ان ابنه بيلعب كره كويس وبعدين ما لوش نصيب ويروح في النادي الاهلي ما ياخدش هذا اللاعب في فرق الناشئين وبعدين يروح في فريق تاني ويلمع وبعدين النادي الاهلي يشتري هذا اللاعب، تمام. فدي عايزين انها العمليه دي الاولويه تكون لاولاد النادي في الالعاب كلها يا فندم، اذا وجد منهم ما يستحق. المفروض طبعا، وبعدين لو ما فيش تبقى نكمل للضروره يعني. لكن الاولويه اولاد النادي، مش عايزين نبقى زي الارسنال عندنا 11 لعيب ما لهمش اي علاقه بالنادي، جايين من 7-8 دول. النادي الاهلي فيه اكتر من 8-9 لعيبه، القوام الرئيسي للنادي الاهلي من اولاد النادي الاهلي ومن مدارس الكره بالنادي الاهلي، ويمكن ده النادي الوحيد اللي في مصر اللي لديه هذا الامر، وعديناهم للساده المشاهدين في كل فقرات استاد الاهلي يعني. جميع الالعاب ان شاء الله. هو برضو بتحصل بالنسبه للعمليه اللعيبه دي ان عدد اللعيبه اللي بتقايد في الفريق الاول محدد، فالنادي الاهلي غصب عنه بيبقى ساعات برضه في لعيبه بتكون على مستوى طيب بس بيضطر ان هو يقيم اللاعب وما يقدرش انه يقيد هذا اللاعب فبيروح في نادي تاني وبيلمع وبيضطر انه يجيب. انا قصدي في جميع الالعاب ولادنا، لان الاعضاء دايما يعني مثلا السباحه، اليد، الطير، يعني جميع الناس، لان الاعضاء يا ريت كويس ان سيادتك حاطط الملف ده ان الاولويه في جميع الالعاب وعند الضروره يكون للخارج. الزميل مروان هشام هيبقى مسؤول عن باقي الالعاب ونكون هنتابع ان شاء الله، يبقى الاعضاء يبقوا يعني واثقين ان الاختيار هيبقى على اساس سليم. ده جميل، وده بنوجهه طبعا للجمعيه العموميه، لاني اكثر من مره اثير هذا الموضوع، وبيؤكد سياده النائب مصطفى مراد فهمي باعتبار ما سيكون اذا ربنا كرم باذن الله ان ده هيبقى فيه اولويات. فهم التصريحات حضرتك على اكرامي بطريقه خاطئه؟ زي ما انا قلت لكل اللي حبيت اقوله ان النادي الاهلي لازم يبقى عنده 2 حراس مرمى على مستوى طيب، لان هو ده اللي هيرفع مستواهم. اما يبقى فيش يعني كومبيتيشن، ما فيش منافسه بينهم، بتبقى العمليه ان هو يعني
ضامن ان هو مهما كان مستواه هيضطر المدرب مضطر ان هو يلعبه. فدايما النادي الاهلي كان عنده حراس طيبين، وبعدين بتحصل فيه فترات ان بيبقى بالمستوى بيقل شويه وبعدين بيرجع تاني. انا فاكر كان حصلت فتره كان في كابتن عبد الجليل بطل، وبعدين ظهر كابتن عادل هيكل وكابتن مروان كنفاني كانوا متميزين، وبعدين ابتدوا يبطلوا هم، فدخل وظهر كابتن عصام لوحده. تمام، طلع الكابتن ثابت والكابتن بعد كده بقى يعني ما بقى لوحده كابتن عصام، المستوى قل شويه في حراسه المرمى، وظهر اكرامي، واضطر الاهلي انه يلعب الكابتن اكرامي وهو عمره 18 سنه. تمام، في الفريق الاول، وبعدين بقى اكرامي وثابت البطل، واكرامي وثابت البطل الاثنين مستواهم ارتفع ما كانوا بينافسوا بعض. دخل معاهم كابتن شوبير ثم توالت الامور الحضري. نعم، وجه نادر السيد مع عصام الحضري، وكانت منافسه كانت قويه جدا. وفي الاخر النادي الاهلي هو اللي استفاد. فهي دي الفكره. وطبعا اسمه شريف اكرامي ده زي ابني، وانا اتمنى ان قلت الكلام ده عايزه يبقى احسن حارس مش بس في مصر، في العالم. بمناسبه ابن حضرتك، ابن حضرتك ايضا اصبح سكرتير للاتحاد الافريقي. الحمد لله الاستاذ احمد والمكتب التنفيذي اختاروه في 16 نوفمبر الماضي في الرباط كسكرتير الاتحاد الافريقي، ومعاه اثنين معاونين، انتوني بافوي ده كان كابتن غانا في سنه 92 في كاس الامم الافريقيه ولعب في المانيا. مظبوط، وكان في دور صادق العلوي، وكان مسؤول عن قطاع المسابقات في الاتحاد المغربي، وبنتمنى لهم التوفيق في مهمتهم في الاتحاد الافريقي. أول مرة حضرتك تخوض انتخابات، قبل كده كان كله تعيين، شعورك إيه يا كابتن؟ لا، التجربة يعني أنا سعيد بيها إنها قربتني من أعضاء النادي. وزي ما قلت لحضرتك يعني كشعور جميل لما استقبال الأعضاء وترحيبهم والتواصل معاهم، وإنك بتتكلم في المشاكل وبتحس بالنادي، يعني بترجع تاني للنادي، بتشوف المشاكل دي، وبتتمنى ان تقدر ان ربنا يوفق القايمه ونقدر نخدمهم ونقدم ما يستحقونه، وان النادي الاهلي يعني يفضل اكبر نادي في مصر، وزي ما حضرتك بتقول يبقى من انديه القمه في العالم ان شاء الله. ان شاء الله. انا متحمس جدا يا فندم لموضوع نموذج تطوير الناشئين لأياكس أمستردام، لأن هذا النموذج طور كرة القدم في العالم بشكل كبير. ومحمد درب ناشئين، فهو يعني فاهم مدى ما تعنيه. مدرسة أياكس أمستردام هي من قامت عليها برشلونة وكرويف، والتجربة الألمانية، ألمانيا بصوا إلى هذه التجربة وخدوا بنوا عليها، وصلوا الآن لتسيد كرة القدم في العالم. وبعدين عايزين نفكر برضو إن يبقى فيه يعني، كنت في برنامج وقالوا ان حصل توأمه مع بايرن ميونخ وما حصلش حاجه. عايزين نحاول ان يعني يبقى في اتصال، مش توأمه او تعاون، بين بعض الانديه، مش هنقول انديه القمه يعني، خصوصا مثلا في دوله زي فرنسا، لان فرنسا بيبقى عندها تكوين الناشئين برضو متقدم زي هولندا. فنحاول نلاقي يعني نتعاون مع انديه زي نانت، سانت اتيان، الانديه دي، نادي بلاتيني سانت اتيان، سانت اتيان بالظبط، فنقدر ان احنا يبقى عندنا نشوف معاهم نقدر نعمل ايه. ساعات بيبقى هو عنده لاعب كويس بس بيلعب في الفريق الثاني ومش واخد فرصته، نقدر نشوف ان نستفيد بمركز محتاجينه هنا، نقدر ننتقل، بس يبقى في اتفاق ان اللعيبه تروح وتيجي، ما تبقاش اللعيبه زي الماتشات الوديه كده يروح منها ان شاء الله. والمدربين كمان بالتاكيد لازم يكون لهم نصيب، يعني اذا حصل هذا التعاون فبالتاكيد ايضا. بس هيروح، مش عايزينهم يروحوا، عايزينهم يروحوا يشوفوا ده قصدي المعايشات، ياخدوا الدورات يا فندم، المعايشات يعني تطوير المدربين. احنا كنت برضو متحمس جدا وانا بتحدث مع حضرتك على موضوع الانترناشونال كوتشنج ميتنج اللي بيحدث، عشان الناس المدربين في العالم بتروح تاخد الجديد في كره القدم، وانا صراحه متحمس جدا لهذا الامر يتم لكل مدربي النادي الاهلي، سواء في قطاع الناشئين في التطوير او في حتى الفريق الاول. يا هو في يعني زي ما حضرتك بتقول، انا برضو عملت لمده حوالي 6 أشهر لما حصل تعديلات في الاتحاد الدولي، ادوني مسؤوليه مدير اداره التطوير والديفلوبمنت، ف يعني اشتغلت فيها، و
زي ما قلت لحضرتك حضرت ورشة العمل اللي هي تحليل كأس الأمم الأوروبية. طبعا كانت تجربة يعني مهمة جدا، وكان معايا الكابتن شطة حضرها هناك وكانت مفيدة جدا. من الداعمين لسيادتك في بي يعني، هو صديق عزيز وبنشتغل مع بعض بقالنا من الداعمين يعني من 2002 من الداعمين، وهو كان الكابتن الوحش الله يرحمه هو اللي يعني كان بيسنده في الاتحاد لغاية ما جاء في الاتحاد الأفريقي، وحقيقة شخصية على خلق ويعني بيخدم الناس في أي ظرف. يعني الإعلام، التجربة اللي حضرتك فيها لأول مرة كانتخابات، إيه رأيك تناول الإعلام والإعلام تناول إزاي؟ وهل صدمت في من بعض ولا إيه بالتحديد؟ يعني الحقيقة الإعلام ما في حاجات كتيرة ما بتابعهاش، لأن يعني له هدف معين، ما هوش موضوعي. لكن الناس في النادي عم بيقابلونا بيطلبوا ان احنا نرد، فبنرد عليهم بنقول لهم هل انت مقتنع بالكلام؟ فبيقولوا لنا لا، فبقول لها انا برضه مش مقتنع، والبرامج دي يعني لو قالت لي روح يمين هروح شمال، فقالت لي انا برضه كده. قلت لها طب ايه اللي مضايقك؟ يعني انت عايزانا نرد ليه؟ ما دام البرامج دي مش مؤثره وبالعكس بتزيد من رصيدنا ومن تعاطف اعضاء الجمعيه العموميه. ده حقيقي مع اعضاء الاهلي. بالظبط. تمام. هو يعني الرد احنا ممكن نرد ونخش في مهاترات وبتاع، لكن دي مش اخلاق النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني نقبل اي نقد موضوعي، انما نقد فيه تجريح وفيه حاجات، يعني انا في مثلا حاجه بسيطه جدا، يعني ودي انا بالنسبه لي لا تعنيني في شيء، ان السي في بتاعي اتكتب فيه ان حصلت على اسامه، مش انا اولا اللي حطيت السي في، انا حاطط سي في كامل. ولو طلب مني ان اعمل ملخص بتاعه مش هحط الاوسمه، لان الاوسمه ما تهمش الناس، تهم الشخص بس نفسه. ففي احد البرامج طلع المذيع وبيسخر من هذه الاوسمه، ايه هذه الاوسمه؟ طب ده حتى يعني انت الاوسمه دي من دول افريقيه، سياسه الدوله دلوقتي يعني انت بتشتغل ضد سياسه الدوله، سياسه الدوله ان احنا نقترب من الدول الافريقيه، الدول الافريقيه نستعيد الحقيبه الافريقيه مره اخرى قوه ناعمه. هو بيهاجم الدول الافريقيه، ايه شعور مثلا؟ والدول دي في لها طلبه كتير بيدرسوا في الازهر الشريف وبيتكلموا عربي، يعني لما سفير هذه الدوله يكون بيتفرج على البرنامج وفاهم عربي ويلاقي المذيع بيسخر من الاوسمه بتاعه دولته، هل يعني ايه الفائده اللي تعود على المذيع ان هو يسخر من الوسام؟ انا غلط مرض الوسام يا الوسام ده بتاعي انا يعني ما تاثرتش خالص، لكن انا حزين ان هو قد يسيء الى علاقات مصر مع هذه الدول الشقيقه. ما هو اذا كان يعلم فتلك مصيبه، اذا كان لا يعلم فالمصيبه اعظم. انت نورتني يا فندم. شكرا يا فندم، انا سعدت جدا باللقاء ده برغم طوله، بس سعدت جدا بشكرك. ده احنا كنا بنتمنى نكمل بنتمنى نكمل، ولكن حضرتك في حاجه احنا ما قلناهاش تحب تقولها قبل ما؟ لا والله انتوا يعني غطينا كل حاجه اعتقد يعني، واشكركم جدا ونتمنى التوفيق للجميع الحقيقه. يعني الحاجه اللي احب كنت اقولها ان قلتها للكابتن وليد، ان يعني العمليه الاحتقان اللي حاصل دلوقتي بين القوائم، ان كان نفسي ان يوم الانتخابات نتفق مع القائمتين ونخش القائمتين سوا في النادي الاهلي قدام الجماهير وقدام اعضاء الجمعيه العموميه، عشان يحسوا ان احنا كلنا اخوات وكلنا عايزين نخدم اعضاء الجمعيه العموميه، كل واحد عنده فكر مختلف، والمفروض ان دايما الانتخابات تبقى كده، يعني كل واحد يقدم الفكر بتاعه والاعضاء يختاروا اللي هم اصلح اللي اقرب لفكرهم، انما ما تبقاش عمليه مهاترات وتجريح شخصي مفيش اي حد بيستفيد منه، لا اللي بيجرح بيستفيد ولا اللي بتوجه اليه هذه الاتهامات او هذا التجريح بيخسر اي حاجه او بيتاثر يعني. شرفت بالحوار معك يا فندم. شكرا يا فندم، ميرسي قوي. شكرا يا فندم، انا شرف ليا وشرف ليا اهلاوي بس يعني حضرتك تكون معانا هنا في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله نعمل مع حضرتك لقاءات افضل ونتكلم بقى في كره القدم بشكل افضل. وانا كعضو في النادي الاهلي اشرف جدا ان حضرتك تبقى نائب رئيس النادي بتاعي. ان شاء الله. شكرا لك. وانا اشرف ان انت حضرتك يعني احظى بصوتك بقى ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. انتهت حلقتنا. شكرا يا فاروق على الوقت اللي انا بقضيه، ومن ضمن الحاجات اللي انا كسبتها جدا في الايام القليله اللي انا معاكم في قناه الاهلي
معرفتي بهذا الشخص المحترم. شرف لينا وشرف لكل الناس. كده تنتهي حلقتنا، انتظرونا غدا ولقاءات اخرى، والاهلي ينتخب والاهلي فوق الجميع.